صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم في كل مكان. حلقة يوم الجمعة من صباح الخير يا مصر مع حضراتكم على الهواء. أكيد حضراتكم تابعتوا من يومين اللي فاتوا الفيديوهات والأخبار عن حالة الطقس السيئة جداً والأمطار اللي حصلت في عدد من دول الخليج، تحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة اللي تعرضت لنسبة كبيرة جداً من الأمطار والسيول والفيضانات ما حصلتش من 75 سنة. أخبار كتير، كلام من خبراء الأرصاد الجوية أكدوا أن الأمطار دي من المفترض أنها كانت تنزل على مدار سنة كاملة، اللي حصل أنها نزلت كلها في يوم واحد أو يومين. عشان كده شفنا المشهد الغريب مش بس في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن هو مشهد الحقيقة غريب على المنطقة كلها، حالة من التطرف المناخي زي ما نقدر نقول، وسيول وأمطار وأحوال طقس سيئة منه. حاجة غريبة جدا، الموضوع لسه يعني مخلص ولسه في دول خليجية كتير متأثرة بالطقس السيء ده. يعني السعودية مثلا فيها حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية ممكن تكون مستمرة لغاية يوم الاثنين، ربنا يسلم إن شاء الله. في أمطار وفي سيول في 6 مناطق موجودة هناك، سلطنة عمان، اليمن، السلطات هناك رفعت حالة التأهب مع التوقعات بأن هيكون في موجة تانية من الأمطار خلال الأسبوع الجاي. ربنا يسلم وربنا يحفظكم. هذه المشكلة منا فعلا مفيش حسابات مع التغيرات المناخية، زي ما بعض الخبراء بيقولوا دي حالة من التطرف المناخي، فجأة ممكن تفاجأ كده بطقس سيء جدا، الجو يبقى حر جدا، مرة واحدة الجو يكون ممطر يصل إلى حد السيول والفيضانات، ممكن كمان تشوف الفصول الأربعة في يوم واحد. بالتالي التغيرات المناخية دي أصبحت أمر واقع الإنسان بيعيشه في كل مكان في الأرض، ليها تداعيات كبيرة جدا، وللأسف بعض التداعيات بتكون ضارة ومؤثرة. يمكن احنا في مصر كنا من اوائل الدول يا محمد اللي اتكلمنا وحذرنا من مخاطر التغيرات المناخيه، وكان في حرص شديد من مصر على استضافه كوب 27 في شرم الشيخ، واللي طبعا اصدر مجموعه من القرارات المهمه الخاصه بمعالجه التغيرات المناخيه والتقليل من ظاهره الاحتباس الحراري، وانه لازم يبقى في التزام دولي بتمويل المشروعات النظيفه وتقليل استخدام الوقود الاحفوري علشان نلحق ننقذ ما يمكن انقاذه. اللي حصل بالفعل حصل خلاص، لكن ان شاء الله الاجيال الجايه تبقى عندها الفرصه انها تقعد في مكان نظيف وتعيش في جو انظف بكتير من غير ما يحصل التغيرات والتقلبات اللي احنا شايفينها. ربنا يسلم ان شاء الله بالالتزام بالقرارات، الامور ان شاء الله تبقى افضل الفتره الجايه. صباحكم زي الفل، جمعه مباركه عليكم، صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا لمياء. صباح الخير عليك يا محمد، صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء، وده هيكون على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 29 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 21 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نبدأ كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمر صحفي بالأمس أكد فيه على أن توجيهات من رئيس السيسي رئيس الجمهورية بأن كل المواطنين يشعروا بجهود خفض الأسعار، وقال كمان أن انخفاض الأسعار ممكن يوصل ل 30%. كمان امبارح ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي أكد فيه أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بأن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحاً أن انخفاض الأسعار سيصل ل 30%.
امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إننا لم نخرج من الأزمة، لكننا نسير في إجراءات التحسن، وعام 2024 سيشهد التعافي الكامل من تبعات الأزمة الاقتصادية، موضحاً أن تطبيق خفض أسعار الخبز هيبدأ من يوم الأحد المقبل. وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهات المعنية بالاستمرار في مراقبة الأسعار، موضحاً أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات. تضمن الاجتماع استعراض تقديرات إجمالي التكلفة اللي بتتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفاً أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة ليهم في قطاع الرعاية الصحية، وأيضاً تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأكد مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين من خلال تذليل مختلف المعوقات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية بالرغم من أي تحديات. وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع مؤخراً بحضور رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة، وأيضاً سبل تعميق الصناعات المحلية اللي بتسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، مما يعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي نظمت فعاليات تسليم شهادات إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية الخاصة بضباط وطلبة القوات البحرية بمقر الكلية البحرية بالإسكندرية، وده في إطار حرص القوات المسلحة على التأهيل المستمر لأبنائها وفقاً لأحدث النظم التعليمية المختلفة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. وفي وسط الأحداث اللي شهدتها دولة الإمارات في لفتة إنسانية أشاد بها الجميع، بطل الواقعة دي هو المواطن المصري حازم سويد رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة، والمقيم بدولة الإمارات واللي قام بعمل بطولي وشهم وساعد في إنقاذ عيلة كاملة من الغرق. زي ما احنا شايفين في الفيديو دلوقتي، يعني عمل مش غريب أبدا يا منا وسادة المشاهدين عن المصريين في كل مكان في الدنيا. المركز الرئيسي للبنك في القاهرة كرم الأستاذ حازم على هذا المشهد، وده مش غريب طبعا على شهامة وطبع المصريين زي ما احنا شايفين في الفيديو بيحاول انه ينقذ بالضبط عدد من أشقائنا وإخواتنا في دولة الإمارات رغم المخاطر. يعني في الأوقات الصعبة دي أكيد كل واحد بيخاف يعمل أي حركة ممكن تأثر عليه وممكن ما يقدرش فعلا يساعد الغير، لكن زي ما احنا شايفين لا، هو مصمم أنه يساعد الناس. بص، أي حد كان هيبقى قاعد هيبقى عنده أكتر من ريسك أو هيبقى عنده أكتر من حاجة يفكر فيها، مية ومحطوطة وده شارع، طيب لا يكون في كابل كهرباء ملمس في المية لو في أي حاجة، في حاجات كتير، لكن جدعنة المصريين وشامة المصريين هو تلاقيه يفكر إنه اللي جوه السيارة فعلا ممكن يكون في أطفال، ممكن يكون في حد غير قادر على العوم. أعتقد إنها مش جملة مجازية لما بنقول ملوك الجدعنة، ودي حاجه في طبعهم. ادينا شايفين يعني الصوره خير دليل، كل مكان في الدنيا الصوره زي ما احنا شايفين دلوقتي، وزي ما انت قلت منا ممكن فعلا يعني يبقى في طفل او اطفال جوه المكان ده او جوه العربيه زي ما احنا شايفين ويقدر يساعدهم. الحمد لله ربنا سلم والموجه عدت، او المنخفض الجوي اللي ضرب دوله الامارات وسلطنه عمان اليومين اللي فاتوا الحمد لله يعني خلاص ما فيش اي تاثير، والاحوال رجعت زي الاول وافضل واحسن. ربنا يسلم يا رب اهلنا في دوله الامارات وفي كل دول الخليج، ويسلمنا من التغيرات المفاجئه ومن التقلبات غير المحسوبه للطقس، ففي تقلبات غير محسوبه ان شاء الله ربنا يسلمنا في كل مكان يا رب. كل الشكر للبطل المصري، وربنا يحفظ الكل ان شاء الله في كل دولنا العربيه.
نروح مع حضراتكم بقى كده لخارج القاهرة ونشوف أخبار المحافظات. جولة في المحافظات المصرية، البداية من محافظة مطروح. تم تشغيل طريق سيوة الخرساني الجديد تزامنا مع احتفالات تحرير سيناء. في الفيوم تم تنفيذ حوالي 234 مشروع للصرف الصحي بقرى حياة كريمة. كمان في شمال سيناء تم افتتاح متحف التراث السيناوي بالعريش، وفي أسوان بيتم تنفيذ مشروع إحلال شبكات الصرف بحي شرق بتكلفة 20 مليون جنيه. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في مطروح أعلنت المحافظة عن بدء تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرساني الجديد كأولى القطاعات بطول 50 كيلومتر في اتجاه سيوة مطروح، وده تزامناً مع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. في الفيوم أعلنت المحافظة عن تنفيذ 234 مشروع للصرف الصحي، محطات رفع ومعالجة وخطوط طرد وشبكات انحدار ووصلات منزلية بقرى مركزي إدسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وده بتكلفة إجمالية 6.8 مليار جنيه في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين بمختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في سوهاج شهدت المحافظة افتتاح توسعات محطة معالجة صرف صحي إدفا بمركز سوهاج، إحدى مكونات مشروع تجمع صرف صحي إدفا اللي بتبلغ تكلفته الإجمالية 215.6 مليون جنيه لخدمة 88 ألف نسمة حتى عام 2057. في شمال سيناء افتتحت المحافظة متحف التراث السيناوي في مقره الجديد بجمعية حقوق المرأة السيناوية بالعريش، وده بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة في 25 إبريل الجاري ضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مختلف مراكز ومدن المحافظة بهذه المناسبة، وحيث يجسد متحف التراث مفردات التراث والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية القديمة. في المنيا أعلنت مديرية الطب البيطري بدء تنفيذ 6 قوافل بيطرية مجانية علاجية وقائية إرشادية بقرى المحافظة في الفترة من 20 إبريل الجاري حتى الخميس 25 إبريل بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وضمن خطة تكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها. في أسوان بتشهد المحافظة تنفيذ مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحي بنطاق حي شرق المدينة بدءاً من معسكر الوقود وصولاً لقسم شرطة أسوان ثاني بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه، وحيث يتم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لخدمة أكثر من 35 ألف نسمة والقضاء على أحد المشاكل المتراكمة منذ أكثر من 15 سنة. في بني سويف استقبلت المحافظة باخرتين سياحيتين خلال رحلتهم بين أسوان والقاهرة، وعلى متنهم فوجان قوامهم أكثر من 120 من السياح وجنسيات دول متعددة، فضلاً عن استقبال باخرة ثالثة على متنها 50 زائر. دلوقتي نروح مع حضراتكم لفاصل سريع، من بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ودافي على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليك يا استاذه رامية، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. وطبيعي التقلبات الجويه اللي احنا بنعيشها طول فصل الربيع، وبنشوف تقريبا الفصول الاربعه على مدار اليوم الواحد. طمنينا بقى عن الظواهر الجويه اللي احنا بنتعرض لها، سواء كانت رياح محمله برمال واتربه او يعني انخفاض وارتفاع في درجات الحراره على مدار اليوم. هو بالفعل هي طبيعه فصل الربيع، التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في حاله الجو من يوم للتاني. يمكن احنا الايام الماضيه شفنا ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره، وشفنا كمان نشاط الرياح اللي كان مثير للرمال والاتربه. اليوم ان شاء الله متوقع ان الاحوال الجويه تستقر بشكل كبير، يكون في تحسن كامل في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه. طقس فترة النهار هيكون طقس حار، لأن في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس في فترة النهار،
قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر حول المعدلات أو أعلى من المعدلات بحوالي من درجة لدرجتين. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار متوقع أن هي تسجل 29 درجة مئوية، فبالتالي الطقس الربيعي الحار فترة النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا كمان المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد داخل فترة النهار وتحديدا فترة الظهيرة. الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أجواءها بتكون أقل حرارة، فبالتالي الطقس فيها بيكون دافي خلال فترة النهار. خلال فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. فترة الليل المتأخر فترات الصباح الباكر هنحس فيها ببعض البرودة، يعني احنا الأيام اللي جاية أو الليلة اللي جاية هنحس بالبرودة فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، وفرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز 10 درجات وأحيانا بيزيد عن 10 درجات في بعض المحافظات. ودي الفترة مهمة جدا ناخد بالنا منها، ان احنا نوعية الملابس ناخد بالنا بين فترة النهار وفترة الليل، بلاش ننخدع بفترات النهار والدفء. الفرق الكبير في درجات الحرارة دي يا دكتور بيبقى في المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي او المحافظات الحدودية اكتر؟ المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بنلاقي الفرق بقى كبير جدا، يعني احنا بنلاقي فترة النهار دايما بيكون فيها دفء، يعني احنا على سبيل المثال محافظات شمال الصعيد عظمى فترة النهار بتكون حوالين 31 درجة مئوية، فترات الليل 15 درجة مئوية يمكن كمان اقل، فبالتالي هنلاقي فرق كبير جدا في المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، وبعض كمان بالفعل المحافظات الحدودية في المناطق الجنوبية. بالإضافة كمان الشبورة المائية ظاهرة جوية مؤثرة معنا اليوم وخلال الأيام اللي جاية، شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة المؤدية من وإلى محافظات السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا وسط سيناء مدن القناة. شبورة مائية كثيفة يعني بتأثر على الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر بشكل كبير وتخلي في انخفاض في الرؤية الأفقية على الطريق، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، ما بتستمرش معانا فتره طويله، اول ما اشعه الشمس بتطلع يعني تقريبا مع الساعه 8 صباحا الشبوره المائيه تختفي تماما والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. كمان متوقع اليوم مع فتره المساء وساعات الليل هنحس بوجود نشاط لرياح خاصه في القاهره الكبرى وبعض الاماكن من المدن مدن القناه وبعض الاماكن كمان من جنوب سيناء، وجود نشاط رياح فتره المساء بيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء فتره المساء واحساسنا بالبروده فترات الليل، غير مثير لاي رمال واتربه النهارده باذن الله. الاحوال الجويه المستقره دي متوقع ان هي تكمل معانا لحد يوم الاثنين اللي جاي، يعني احنا لحد يوم الاثنين اللي جاي متوقعين ان العظمى على القاهره الكبرى ما بين 29 و30 درجه مئويه، احوال جويه مستقره ونشاط سياحي يحسسني بالبروده خلال فترات الليل، لكن اعتبارا من يوم الثلاث اللي جاي نرجع ثاني قيم درجات الحراره يحصل فيها ارتفاعات ملحوظه، الثلاث والاربع والخميس ان شاء الله هيكون عندنا ارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحراره وتوصل العظمى على القاهره الكبرى يوم الاربع 37 درجه مئويه، بالاضافه كمان نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه يرجع ثاني من يوم الثلاث اللي جاي، لكن ناكد دي طبيعه فصل الربيع، احنا عاده في الربيع بنسجل قيم درجات حراره مرتفعه خاصة كمان لما نروح النص الثاني من فصل الربيع هنلاقي قيم درجات الحرارة أحيانا بتتجاوز ال 40 أو ال 45 درجة مئوية. احنا بنسجل في فصل الربيع أعلى درجة حرارة على مدار العام كله، لكن ما بنحسش بيها نتيجة انخفاض نسب الرطوبة، لأن معظم مصادر الكتل الهوائية بتكون كتل هوائية صحراوية خاصة لما بيكون في ارتفاع في قيم درجات الحرارة ملحوظ، فبالتالي نسب الرطوبة منخفضة. طيب طمنينا على حركة الملاحة البحرية. هو طبعا الحمد لله في اعتدال كامل في سرعات رياح على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع امواج على البحر المتوسط ما بين 1 إلى 1.5 متر، البحر المتوسط مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، ايضا البحر الاحمر معتدل تماما ارتفاع امواج ما بين 1.5 إلى 2 متر ومؤهل ايضا لاعمال الصيد والملاحه البحريه. النصائح مهمه بس في الفتره دي لازم نوعيه الملابس ناخد بالنا منها، اكيد مع فتره النهار كلنا بنخفف الملابس مع وجود ارتفاع في درجات الحراره او الدفء فتره النهار، اللي هناكد عليه بس فترات الليل بلاش تكون الملابس الصيفيه بشكل كامل، نخفف الملابس الخريفيه او الشتويه الخفيفه معانا الجاكيت خفيف واحنا خارجين فترات الليل او فتره الصباح الباكر خاصه للطلبه وهم رايحين المدارس. مهم كمان ان احنا يعني الفتره اللي جايه نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه اكيد لو في اتربه ورمال مثاره واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات. بس ان شاء الله اتمنى السلامه للجميع.
بشكرك في النهايه. شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده ونبداها على طول بالقاهره للعظمى فيها 29 والصغرى 16، العاصمه الاداريه 30 15، اسكندريه 22 14، والعلمين 23 15، مطروح 21 16، ودمياط 22 16، بورسعيد 22 16، والاسماعيليه 30 18. هنروح للسويس العظمى فيها 31 والصغرى 16، العريش 23 14، كاترينا 23 12، وطابة 30 18، حلايب 28 22، وشلاتين 30 20، شرم الشيخ 34 22، الغردقة 33 21. الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 17، بني سويف 30 17، والوادي الجديد 35 20، وأسيوط 31 16، سوهاج 33 17، وقنا 36 20، الأقصر 36 21، وأخيرا أسوان العظمى فيها 37 والصغرى 22. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لمنى ومحمد نكمل معهم فقراتنا. شكرا لك يا لمياء. دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فيحتفل المركز القومي لثقافة الطفل باليوم العالمي للتراث بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب. بيأتي ذلك ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفال بيوم التراث العالمي اللي بيوافق 18 إبريل من كل عام، واللي بيعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية التراثية وتفعيل وزارة الثقافة المصرية لاستراتيجية الدولة في الحفاظ على الفنون التراثية وضمان استدامتها للأجيال القادمة لصون هويتنا الثقافية. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة عن معنى التاجر الصدوق ومنزلته ولماذا هو مع النبيين والصديقين، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والتانية ما بين 10 دقائق ل15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع عدد من المباريات الافتتاحية في الدوريات المختلفة. في الدوري الأسباني وفي تمام الساعة 9 ليلاً هيلتقي أتلتيك بلباو مع غرناطة في المباراة الافتتاحية للجولة 32 من عمر المسابقة. في الدوري الإيطالي وفي تمام الساعة 6:30 هيلتقي لاتسيو مع جينوا، وفي 9:45 هيلتقي يوفنتوس مع كالياري في المباريات الافتتاحية للجولة 33 من عمر المسابقة. في الدوري الفرنسي وفي تمام الساعة 9 هيلتقي نيس مع لوريان في المباراة الافتتاحية للجولة 30 من عمر المسابقة. جامعة المنصورة اتصدرت الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار من خلال محو أمية أكثر من 12,000 دارس ودارسة، وده بيتم ضمن دور الجامعة في تنفيذ خطة محتوى أو محو الأمية بمختلف المحافظات. إنجاز كبير بتحققه جامعة المنصورة. نتعرف على تفاصيل أكثر، معانا على الهاتف الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. يعني في البدايه بنبارك يعني محو اميه اكثر من 12,000 دارس ودارسه وتحقيق المركز الاول والوصول لهذا الرقم الكبير في محو الاميه. بدايه حابين نعرف تفاصيل اكثر، ازاي ده تم وعلى اي مرحله؟ اولا احنا عندنا خطه استراتيجيه بنستهدف خلالها محو الأمية، خطة تحقيق خطة مصر 2030، إن على مستوى محافظة الدقهلية ما يكونش عندنا ولا مواطن أمي. جميل. وبالتالي الجامعة وضعت خطة لخدمة المجتمع منذ عام 2019 بإبرام اتفاقية مع هيئة كبار مع هيئة تعليم الكبار على مستوى الجمهورية ومنها فرع الدقهلية. وبالتالي بدأنا نضع خطة لمستوى الكليات التربوية زي كلية الآداب وكلية التربية والتربية النوعية والطفولة المبكرة وكلية التربية الرياضية، وألزمنا كل طالب أن يكون بتعليم 4 مواطنين على مستوى 4 سنوات، يعني بمعدل كل سنة طالب، وده متطلب تخرج، يعني مش هياخد الشهادة بتاعته إلا إذا وفانا بما يفيد من هيئة تعليم الكبار أن كل طالب قام بتعليم ومحو أمية 4. يعني ده تكليف، ما ينفعش يتخرج الطالب إلا بعد ما يساهم في محو أمية 4. بالظبط كده، ده من 2019 جداً. ده خطة استراتيجية لجامعة المنصورة.
طيب ازاي بيتم العمل على دمج الطلاب للمشاركه في المبادره؟ ازاي نقدر نخلي اكبر عدد ممكن من الطلاب يندمجوا في المبادره دي؟ وبيحصل بقى نوع من انواع يعني التواجد بقى او تبادل الطلابي، يعني مش عايزين نقولها تبادل طلابي بس خلاص بيتم محو اميتهم، بيحسوا انهم طلاب نظاميين وبيتم بقى ايه دمجهم في المبادره دي. هو طبعا نوع من التشجيع اولا من قطاع شؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه وقطاع شؤون التعليم والطلاب والساده عمداء هذه الكليات المعنيه والساده وكلاء شؤون التعليم والطلاب. وفي ذات الوقت عندنا وحده بتتولى تدريب الطلاب على كيفيه محو الاميه. ومن ثم الطالب بيكون عنده انتماء ولاء اتجاه الدوله المصريه منذ الفرقه الاولى، ان احنا بنقول له انت مطلوب منك تكون ايجابي ومطلوب منك ان انت تساهم في محو اميه بلدك قريتك النجع اللي احنا منه الكره، يعني بحيث ان احنا في النهايه الطالب يكون فيه استجابه ان شاء الله له يعني. طب دكتور شريف، حابين نتعرف ايه ابرز الصعوبات اللي بتواجه حضراتكم في تنفيذ المهمه القوميه دي، محو الاميه لكل ابناء المحافظه اللي موجودين في محافظه الدقهليه؟ هل في صعوبات بتواجه حضراتكم من قبل الاهالي مثلا؟ مفيش استجابه، مفيش حوافز بتقدم ليهم بشكل كافي؟ هو احنا الحقيقه ربما كان في الاول مشكله نشر هذه الفكره او التوعيه لديها، انما الجامعه بدات ترسل قوافل طبيه شامله من ضمنها محاضرات او ندوات توعويه ازاي نحس اهالينا من الكره والنجوع والكفور ان هم يتم محو اميتهم. وبالتالي بنشتغل على الجانب الطبي والجانب التوعوي والجانب الثقافي، ومن ثم يستطيع الاهالي يندمجوا معنا مع التعاون مع هيئه طبعا التعليم الكباري. أكيد في مدة معينة بيتم تحديدها لكل دورة في محو الأمية بتستهدف عدد معين من الناس، ولا الدورة أيا كان العدد اللي موجود بتبتدي وبتنتهي وقت ما بتخلص بقى؟ إحنا عندنا 3 دورات بيتموا في السنة، كل دورة 3 شهور من أول يناير وأبريل ويوليا وأكتوبر، وبالتالي بيتم التنسيق مع الهيئة ومع حياة كريمة، ومن ثم بيمدونا بمعلومات وداتا عن المواطنين اللي نقدر نقوم بمحو اميتهم، فبيبذلوا معانا مجهود، يعني الحقيقه انا بوجه لهم شكر جزيل في هذه المناسبه. اكيد حضرتك قلت انه من متطلبات التخرج في الجامعه دلوقتي انه كل طالب لن يحصل على شهاده التخرج الا بعد ان يمحو اميه 4 من اهلنا الموجودين في محافظه الدقهليه. على الجانب الاخر بقى بسال حضرتك، ايه بقى الحوافز اللي ممكن ان تقدم لاهلنا من عدم القادرين على الكتابه والقراءه ليقبلوا على هذا البرنامج وعلى هذه المبادره؟ يعني نحفزهم ازاي عشان يمحوا اميتهم؟ هو زي ما انا قلت لحضرتك، احنا بناخد اولا هيئه التعليم الكبار وحياه كريمه بينشروا الثقافه دي، والحقيقه يعني الوحدات الخاصه بحمايه حقوق الانسان وحمايه المراه كل القطاعات بتشتغل على ازاي انا انمي لدى المواطن فكره ازاي يعرف يقرا ويكتب عشان نقدر نصل ل 2030 ما فيش عند مواطن، ودي خطه الدوله المصريه اللي الحياه بتسعى ان هي تصل اليها. وفي ذات الوقت الجامعه بتساند من خلال القوافل ومن خلال الندوات اللي احنا ممكن نصل منها الى تحديد الاشخاص غير القادرين على الكتابه وتشجيعهم على هذا العمل، وده بيحقق نوع من التوعيه من خلال التوعيه من خلال تقديم خدمه طبيه، من خلال بنعرفه ايه الاثار المترتبه لفوض الامي. يعني كل التحيه والتقدير لحضراتكم، ويعني ده بيؤكد على دور وقيمه خدمه المجتمع اللي بتقدمها الجامعه. كل جامعه من جامعاتنا المصريه ليها دور كبير جدا في خدمه المجتمع المحلي اللي موجوده فيه. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعه المنصوره. خلال ايام هتفضل العروض الحيه لمواسم نجوم المسرح الجامعي الدوره السادسه واللي بتحمل عنوان عوده الروح، وده بعد غلق باب التقدم يوم 9 ابريل الجاري. الحقيقه منا ان مواسم نجوم المسرح الجامعي هي فرصه مهمه جدا لاكتشاف المواهب الفنيه، كبار الفنانين اللي عندنا بداوا حياتهم من المسرح الجامعي. كمان امبارح انطلق بينالي فينيسيا بمشاركه مصريه متميزه لعمل رائع بيحمل اسم دراما 1882، وشهد الجناح المصري في فينيسيا اقبال كثيف وكبير
عن مشاركة مصر في بينال فينيسيا والجديد في مواسم نجوم المسرح الجامعي. معنا على الهواء دكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية. بنرحب بحضرتك دكتور وليد وصباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. نبدأ مع حضرتك ببينالي فينيسيا والمشاركة المصرية المميزة في هذا البينالي. الحقيقة السنة دي احنا يعني كنا حريصين في الثقافة ان العمل المصري في البينالي يكون له طابع خاص من خلال حرص الوزارة على ترشيح احد اهم الفنانين المصريين، وكان اللجنه اللي قامت بالاختيار اختارت الفنان المصري المهم جدا وائل شوقي. العمل بعنوان دراما 1882 ده بيتناول الفتره المهمه بتاعت دخول الاحتلال الانجليزي لمصر. ايوه. ومرحله ثوره عرابي ومذبحه الاسكندريه والخلاف الشهير بقضية المكاري والمالطي اللي هو الراجل المصري البسيط اللي معه حمار اللي كانوا بيسموه مكاري، وأحد المالطين اللي موجودين في الأسكندرية وأدى إلى مذبحة تامر في الأسكندرية راح ضحية 300 بني آدم. التناول والموضوع جاي من إن الموضوع اللي كان مطروح في بينالي فينيسيا السنة دي كان عنوانه غرباء في كل مكان. دايما في كل دورة البنالي بيطرح قضية بيتم حواليها العروض الفنية في كل المشاركين. طيب. فكان الاختيار في إعادة قراءة هذا التاريخ الخاص بمدينة الإسكندرية والتواجد الأجنبي على أرض مصر. تفضلي يا فندم. أكيد العمل تم تنفيذه عشان يوصل فكرته المرتبطة بالاحتلال، ده فكرة أعتقد دايما بتكون جاذبة للجمهور، وده اللي شفناه فعلا من تواجد المصريين في ليالي العرض. ده حقيقي. أيوه امبارح كان الافتتاح الخاص للجناح المصري. إن شاء الله البنالي بيفتتح بشكل رسمي يوم 21، وكل جناح بيحدد معاد الافتتاح الخاص، ومع بداية أول دقائق الافتتاح كان في إقبال غير عادي. الحقيقة ده ناتج من سببين، أولا الموضوع، ثانيا اختيار الفنان المصري يعني أنا بقول عليه عالمي الحقيقة وائل شوقي اللي هو له وجود قوي على الساحة الدولية. نعم. وكمان طبيعة العرض نفسه اللي كان فيه الحقيقة حافز شديد جدا على إن العرض السنة دي يكون عرض مختلف ولائق بالتمثيل المصري في بينالي فينيسيا. أكيد. من فينيسيا نروح مع حضرتك دكتور وليد لانطلاق موسم نجوم المسرح الجامعي اللي هو المصنع اللي بيقدم لنا كده كبار الفنانين والممثلين على مدى تاريخ الحياة الفنية في مصر. أهمية هذا الموسم وأهمية الاهتمام بالمسرح الجامعي. ده حقيقي. مواسم نجوم المسرح الجامعي ابتدت من 6 سنين بدعم من صندوق التنمية الثقافية وبيشرف من المخرج المهم برضه خالد جلال. الحقيقه المسرح الجماعي زي ما حضرتك قلت برضه هو بيعتبر الرافد الاساسي او احد الرافد الاساسيه لحركه التمثيل المسرحي والتمثيل بشكل عام في مصر على مدار التاريخ. ولذلك صندوق التنميه الثقافيه مهتم جدا بالموضوع ده، والفكره كل سنه بتاخد اهتمام اعلى ومشاركات اعلى. السنه دي ان شاء الله عندنا 73 عرض تقدموا للمشاركه في المهرجان. يوم الاحد 21 هتبتدي لجنه المشاهده في استقبال هذه العروض في مشاهدات حيه للعروض لاختيار العروض المشاركه في المسابقه النهائيه لمواسم نجوم المسرح الجامعي. هيبتدوا يشتغلوا من يوم 21 لحد يوم 29 على مشاهدات هذه العروض، وان شاء الله يكون موسم موفق زي ما كان في السنوات السابقه. المسرح الجامعي واحد من النشاطات الطلابيه اللي دايما بيقبل عليها الطلاب بمختلف بقى فئاتهم، سواء هم عايزين يمثلوا، عايزين يخرجوا، عايزين يتفرجوا على مسرح شبههم كده، وعايزين يتفرجوا على روايه تكون شبههم، فدايما بنلاقي في اقبال كبير من الطلاب على المسرح الجامعي. المسرح الجامعي خرج نجوم كتير جدا، هل لسه في اهتمام بفكره ان هو يتم كده اكتشاف المواهب من مسرح الجامعه زي ما كنا متعودين في السنين اللي فاتت؟
ده بيحصل وكان بيحصل وهيفضل يحصل، لان الحقيقه يعني يمكن اللي تعامل مع المؤسسات الثقافيه الحكوميه والخاصه بيلاحظ هذا الاهتمام، كمان اللي بيتعامل داخل الجامعات المصريه سواء في التدريس او العمل او باي حاجه، ده يمكن ده انا لامسه بنفسي على مدار سنوات طويله سواء في اسكندريه او القاهره. لا تتخيلي حجم اهتمام مجموعات الطلاب من هواة التمثيل او حتى زملائهم بهذه العروض، وقد ايه بيبقوا مؤمنين جدا باللي هم بيعملوه، مهتمين جدا بيه وعاوزين يبقوا موجودين ومحققين و وعلى المدار برضه وزاره الثقافه بتاخد اجراءات كثيره جدا في هذا الموضوع، وبتستقبل من خلال اكثر من فعاليه سواء في صندوق التنميه الثقافيه، سواء في هيئه اصول الثقافه، سواء في بيت الفن المسرح، يعني في اكثر من فعاليات بتستقبل هؤلاء الطلاب من المهتمين بانشطه المسرح طول الوقت. ولكن الحدث الابرز اللي له 6 سنوات بقى موجود، وده بيعكس الاهتمام وبيعكس كمان الكثافه، لان لو ما فيش رغبه عند الطلاب ما كانش بقى فيه مشاركه بالعكس هذا المهرجان. يعني أكيد. شعار السنة دي في المهرجان موسم نجوم المسرح الجامعي عودة الروح، ليه اخترتوا هذا الشعار تحديدا؟ ده انعكاس على او انعكاس بشكل اساسي للاهتمام، يعني كل سنة انت بتحس ان الولاد بيتفاعلوا اكتر، الولاد بيكونوا مهتمين اكتر، كمان كون ان العرض او احد العروض الفائزة في نهاية المهرجان بيبقى من حقه المشاركة في المهرجان القومي للمسرح، ده كمان بيدي الولاد فرصة مهمة جدا انهم يتواجدوا في وسط المهرجان القومي للمسرح، ده بيشمل كل العروض المسرحية اللي تمت خلال العام في مصر، فبيحسوا ان هذا المهرجان بيديهم فرصة للتواجد بشكل اساسي، ولذلك في اهتمام كبير بالمنافسة داخل هذا المهرجان، بتخلي هذا المهرجان سنة عن سنة بيبقى له روح مختلفة وروح أكثر قوة. يعني دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، بشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير على حضرتك. مشاهدينا الساعة دلوقتي 8 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لاميا، تفضل يا لاميا. شكرا لك منا. أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعربت مصر عن أسفها البالغ لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو. وأكدت مصر في بيان عن وزارة الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاما. كما اعتبرت مصر أن إعاقة قرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية. وطلبت مصر الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وصوت مجلس الأمن الدولي على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت واشنطن الفيتو. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لتسعة أعضاء من مجلس الأمن من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة ضد الطلب. أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأكدت فلسطين أن الفيتو الأمريكي يتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة،
حيث تعترف أغلبية دول العالم بالدولة الفلسطينية. شددت الرئاسة الفلسطينية على أن هذه السياسة الأمريكية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي، وتشجع على استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة للفيتو لإعاقة الإرادة الدولية بالموافقة على حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وقال أبو الغيط في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة إكس إنه لأمر مؤسف للغاية أن يتم استخدام الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة، فيما مضيفا أنه يعلم جيدا أنها كانت مجرد خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتما بانتصار الإرادة الفلسطينية المدعومة عربيا ودوليا. صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نابينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة. وقال نابينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن واشنطن باستخدامها حق النقد للمرة الخامسة منذ بداية تفاقم الوضع في غزة أظهرت مرة أخرى موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بعدم وقوع أضرار كبيرة في إيران بعد تقارير عن سماع عدوي انفجارات قرب مدينة أصفهان وتفعيل الدفاع الجوي في بعض المناطق بالبلاد. وأضاف مسؤول إيراني أن بلاده أسقطت عددا من المسيرات وأنه ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي. وأكدت إيرنا أن المنشآت المهمة في أصفهان وخاصة المنشآت النووية آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث هناك. هذا ونقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الرسمي الإيراني قوله إنه تم رصد 3 مسيرات في سماء أصفهان وجرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي وتدمير المسيرات في السماء. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة بريتريا عاصمة جنوب أفريقيا لرئاسة الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة 10 للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا. وذكرت الخارجية في بيان أن شكري سيستهل زيارته بمشاورات سياسية يعقدها مع نظيرته وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، حيث سيتم تناول الإطار العام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية. مشاهدينا انتهى موجز أسامينا ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. مبادرة الجيل الجديد لتوعية الأطفال بالأمن الرقمي وحمايتهم من التعرض للجرائم الإلكترونية على الإنترنت هي مبادرة بتقدم جلسات توعية للأمهات والآباء علشان يخلوا بالهم من استخدامات أولادهم وأطفالهم للسوشيال ميديا وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الابتزاز الإلكتروني. المبادرة أسستها أمنية أمجد الإبياري الباحثة في مجال تكنولوجيا تعليم الطفل، ودي حاجة أعتقد إن الفترة دي الأهالي بتبقى مركزة قوي إن تكون في مبادرة زي دي، وأكيد يبقى فيها إقبال كبير جدا لأن حقيقي الأهالي تبقى قاعدة قلقانة. الأطفال ما شاء الله بقى عندهم من الوعي وبقى عندهم من القدرة على الدخول على المواقع بقت أكتر من قدرة الأهالي نفسها، فبيبقوا قاعدين الأهالي قلقانين وحيرانين يا ترى أولادهم تمام ولا مش تمام. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة دي. بتنضم لنا دلوقتي أمنية عبر زوم. يا أمنية صباح الفل عليكي.
يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيك. ايه الجمال والحلاوه دي؟ دي مبادره مهمه جدا، الامن الرقمي شكراً. والاطفال يعني حاجه مهمه جدا. انت شايفه بالفعل سلبيه العلاقه بين الافراط في استخدام التكنولوجيا مع الاطفال والنتائج مش عايزه اقول كوارث، بس النتائج اللي ممكن تكون شديده الصعوبه اللي ممكن تحصل بسبب السلبيات اللي موجوده دي؟ بصي، خلينا متفقين ان الانترنت او التكنولوجيا بشكل عام هي زيها زي اي حاجه في الدنيا، ليها ايجابيات ليها سلبيات. طبعا. ولكن السلبيات بتاعتها فعلا ممكن تؤدي لكوارث، هي مش مجرد كلمه ممكن نقولها، زي ادمان الانترنت، زي تعرض لمواد مسيئه للطفل او غير لائقه، زي حاجات تاني كتير ممكن تخلي ان الطفل او المراهق يخسر حياته زي ما شفنا كتير الفترات اللي فاتت. فهي كلمه كوارث هي فعلا مصطلح يطلق على سلبيات الانترنت لو سبناها تتمادى يعني مع الطفل او المراهق. أمنية، أنتوا بتقدموا جلسات مع الآباء والأمهات، جلسات توعية. بالظبط. عايز أعرف منك تفاصيل أكتر، يعني إزاي بتقعدوا مع الآباء والأمهات؟ إيه أهم الموضوعات اللي بتتكلموا فيها؟ إزاي بيحصل التفاعل معاهم ومدى إدراكهم لخطورة استخدام الأطفال بشكل سيء للإنترنت؟ أوكي، هو إحنا أصلاً المبادرة شغالة على فئتين، بنستهدف فئتين، الأطفال وأولياء الأمور أو القائمين على رعاية الطفل. تمام. من المصريين وغير المصريين، احنا المقيمين في مصر يعني، والاونلاين بيكون للناس اللي بره مصر. البرنامج بتاعنا بيكون من خلال ورش تفاعليه، وفي جزء لاولياء الامور بيكون تدريبي على برامج او الابلكيشنز بتاعت المراقبه او الرقابه الابويه، علشان يقدروا ان هم يعني يتواصلوا او يكون في حلقه وصل بينهم وبين الطفل من خلال الابلكيشنز او الويب سايتس اللي ممكن من خلالها يكونوا شايفين الطفل مثلا بيكون في اوضته بيشحن موبايله، انا ما اعرفش ايه ممكن يكون بيتعرض لايه جوه. فانا من خلال الابلكيشن ده وانا بره انا بشوف هو بيسكرول على ايه، فاتح ايه، بيتواصل مع مين من الغرباء، لان ده ممكن يؤدي لحاجات تانية احنا مش عايزين نوصل لها يعني. طيب خلينا نقسم المبادرة، أعتقد تبع السن، لأن الطفل دي واسعة خالص، من أول طفل رضيع يعني أكيد مش هيكون بيستخدم تكنولوجيا، بس من أول طفل صغير بالزبط. أول ما بيمسكوا الموبايل بيبتدوا يمسكوا من هم مثلا عمر، في أهالي بتدي الولاد الموبايل وهم لسه بيتكلموش حتى علشان حتى يسكتوهم ويبطلوا زن وعياط، لغاية سن بالزبط. 18 سنة اللي هو شاب يعني، لكن تبع قانون الطفل هو لسه طفل. أكيد الطفل اللي عنده 5 سنين مش هيوافق على اللي هيوافق عليه طفل عنده 14 سنة، يعني أنا مش هقدر أنزل أبليكيشن على تليفون طفل عنده 14 أو 15 سنة، هيرفض تماما متابعتي وهيعتبرها تدخل في خصوصياته. هنعمل إيه؟ هنتعامل إزاي؟ تمام، هو احنا شغالين على الفئه دلوقتي من 11 ل 18، ولكن مع اولياء الامور بنبدا معاهم من سن الطفوله. دي الفئه الاصعب يا امنيه. بالظبط، هو ما بعتناش فعلا هي الفئه الاصعب، لان هم بيكون عندهم فضول رهيب، ولكن اولياء الامور بنشتغل معاهم من سن الطفوله المبكره، لان هم طبيعي انه دلوقتي الطفل بيتولد بنسميه مواطن رقمي بيكون معاه الموبايل، فبنشتغل معاهم على حته انه الطفوله هي حجر الاساس في حياه اي بني ادم. فان الطفل يكون عارف اساسيات التكنولوجي من وهو صغير، خلاص هو انا كده ببقى بربي انه لما يوصل لمرحله المراهقه هو عارف يستخدمها ازاي. وانس ان هو تعرض لحاجه هيجي يحكي لي، فمش هيكون في حته الجاب بيني وبينه انه ما يحكيليش او يلجا للغريب او الى اخره يعني. تمام. طب امنيه، المبادره نزلت كتيب كده جميل اسمه الامن وسلامه الاطفال على الانترنت، لو حبينا دلوقتي على الهوا تقولي لنا وتقولي لكل الاباء والامهات ايه شروط الامن والسلامه، ايه المحددات الاساسيه اللي لازم انا كاب وام اتعامل بيها مع اطفالي، اسيبهم يقعدوا على الانترنت براحتهم، اراقبهم من بعيد ولا اشاركهم واتفاعل معاهم؟ قولي لي كده المحددات الخاصه بامن وسلامه الاطفال على شبكه الانترنت. هو 1 2 3 في اي حاجه ليها علاقه بالعلاقه بيني وبين الطفل، ان انا اصاحبه، يعني انه انا اي حاجه يبقى بتحصل معايا يجي يقولها لي، فان انا اكون عامله لينك بيني وبينه بس، خلاص انا كده تمام. الحاجه الثانيه انه انا اعرفه الاساسيات بتاعتي طبقا للكتيب، يعني لو هنتكلم عن الكتيب، انه 1 2 3 ما تدخلش على لينكات غريبه، 1 2 3 ما تتكلمش مع ناس احنا ما نعرفهاش، لان يعني احنا ممكن يكون في عقائد مندسه، في افكار غريبه، في حاجات احنا مش عايزين يعني يكون في بيننا وبينه. ولو عمل ده مثلا، انت عارفه دايما كل حاجه ممنوعه مرغوبه، لو انا قلت له ما تخش على ده وده وعمل ده اتصرف معاه ازاي؟ لا، ما هو احنا قلنا احنا ممكن ناخد التجربه مع بعض، يعني احنا لو صحاب فاحنا ممكن ناخد التجربه سوا،
انا وابني خلاص احنا عايزين نتعامل مع فلان، بس انا بقول لك الشخص ده ممكن يكون عنده افكار مش شبهنا، خلاص احنا ممكن نتكلم معاه سوا. حابب تنزل تشوفه؟ ما تشوفوش لوحدك، هبقى معاك. لا هو انا عايز اعترض، دي امنيه. هناخد التجربه سوا ازاي؟ عندي لينك غريب، هناخد التجربه ونروح للهاكر برجلينا ونقول لا مش اللينك، لا مش اللينك، لا 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 انا بتكلم على التواصل، لا 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 مش اللينك ونقول تعالى اتفضل معانا هناخد التجربه. لا لا هيبقى صعب، مش بنقول لا مش بنقول ندخل على لينكات سوا، احنا بنتكلم في فكره ان هو ممكن يكون بيتواصل مع غرباء ما اعرفش، هو ممكن هو كده كده هيتواصل معاهم، فان انا اقول له لا ما تتواصلش معاهم، هو هيتواصل لان هو ممكن يكون متاثر بالشخصيه اللي قصاده، فانا ابدا اقول له خلاص احنا ممكن بس هو نعم. هنا يعني ابدا بالنسبه له لما بالنسبه له لما ياخد الابروف او ياخد الموافقه المبدئيه، ده مش معناها في 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 اللاوعي كده عنده هيبقى عارف انه هي هتعدي اهم موافقين، لكن لو انا استمريت على فكره الرفض القاطع دي مش ممكن تعمل نوع من انواع الرضع شويه ولا لا؟ انا طيبه قوي. لا لا فكرة الرفض القاطع دي هتخلي أي، خاصة سن المراهقة، أنا هعمل كذا فأنا ممكن أتواصل مع صديق ليا فيقول لي لا تعالى نكلمه أو لا كلمه، إيه المشكلة ما أنا بتواصل مع ناس عادية في اللعبة وإحنا صحاب عادي جدا مفيش أي مشكلة، بس أنا حاسة إن في مؤشر خطر فلازم أحتوي الموقف، ما ينفعش أرفض، أنا لو رفضت هلجأ للي بره. جميل تمام، فأنا ما سيبش إن ده يحصل. طب أمنية، طبعا في آثار كتيرة جدا لتعامل الأطفال مع الإنترنت والعنف في بعض الأحيان، تعلم العنف للأسف الشديد، من خصوصا الأطفال اللي بيقعدوا أوقات طويلة جدا وبيلعبوا بعض الألعاب المعينة اللي ممكن تؤدي إلى اكتئاب أو لا قدر الله يعني تفكير في انتحار أو غيره. تحديدا فكرة الألعاب على الإنترنت اللي هي بقت سمة العصر وسمة الجيل ده دلوقتي وبيقعدوا فترات طويلة جدا، بتتعاملوا مع الجزئية دي إزاي مع أولياء الأمور من ناحية ومع الأطفال نفسهم؟ تمام، او احنا عندنا جزء شغالين عليه وهو توجيه التكنولوجيا للصالح العام للفرد والمجتمع، الجزء ده احنا بنشتغل فيه انه انا ببدا من 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 الطفل خلاص بيبدا يستخدم الالعاب، بيبدا ان هو يدخل على الحاجات، ببدا اوجهه احنا ممكن نلعب كذا، طب انت حابب تلعب اللعبه دي قوي خلاص احنا ممكن نخصص لها تايم معين في اليوم، بس مثلا عندي ابلكيشنز او عندي ويب سايت مثلا زي كيد سيرش مثلا، استخدمه ده في السيرش، ما تستخدمش الحاجات الثانيه، استخدم مثلا تشايلد نت لو انت عايز تتفرج على حاجات كويسه، ثانك يو نو، ناشونال جيوغرافيك دي حاجات حلوه قوي عليه، اوكسفورد ده بيعلم برضه حاجات تعليميه، تعلمه اكتر وتنمي مهاراته، تنمي مهاراته اكتر. بالظبط، انا لازم ابدا معاه من سن صغير، هو معلش مش عشان خاطر انا بعمل حاجه في المطبخ فاسيب له التليفون فهو هيبقى بينزل عن دماغي، لا ده انا بعمل عواقب صعبه جدا بعد كده، فانا مش عايزه اسيب ده يحصل، انا لازم ابدا معاه من سن صغير، احنا ببقى مطمنه عليه، بتفاعل معاه، ببقى عارفه هو بيتفرج على ايه، فابدا بعد كده يعني خلاص بالنسبه لي الموضوع الامر بقى يعني مش خطير، بس يعني يكون في حرص شويه ولكن مطمنه. طيب تعالي ناخد المبادره كده الليفل تانية امنيه، احنا بالفعل دلوقتي الولاد هم ادرى مننا بكتير وعارفين تفاصيل اكتر مننا بكتير في الالعاب وفي استخدامات الابلكيشنز بصفه عامه واستخدامات السوشيال ميديا. لو الولاد اكبر شويه في العمر يعني مثلا من اول عمر 10 سنين اللي بيرفضوا فيها المتابعه، خلينا نقول مش الرقابه، ازاي احسسه او ازاي اقويه ان هو لما يتعرض لاي نوع من انواع الابتزاز او اي نوع من انواع ممارسه العنف الالكتروني ضده او اي نوع من انواع التهديد يبقى عارف حقوقه، حتى لو مش هيلجا لي يبقى هو عارف وقوي نفسيا انه يقف قدام حاجه زي كده ويبقى عارف انه هيتم حمايته؟ ازاي ممكن نعمل كده؟ في بعض الاطفال هترفض انها تلجا للاهالي. طبعا احنا عندنا قواعد اساسيه بنعلمها لاولياء الامور، انه لو الطفل تعرض لده وده شيء مش بعيد علينا خالص، احنا بيحصل في دوائر قريبه مننا وبنشوفه، اول حاجه البيزك بتاعتنا انه انا مش مذنب، ما ينفعش القي اللوم على الطفل، اصل انت من مسكت موبايلك طول اليوم، اصل انت اللي عرضت نفسك لكده، ده بيخلي الطفل ممكن بعد كده يعني اوصل معاه لقصه علاج نفسي طويله جدا لمجرد ان انا حسسته بالذنب، عدم لوم الضحيه، ان انا اتعامل معاه. نعم، ما لوموش ابدا ابدا ابدا، ده رقم واحد. رقم اثنين، ابدا اشوف مختص نفسي انه يعني نبدا نعالج المشكله دي. رقم ثلاثة، نبدا ان احنا نتوجه لاقرب حاجه قريبه مننا عشان نبدا ناخد التدابير والاجراءات القانونيه ضد الشخص المبتز للطفل. طبعا دي حاجه ليها علاقه بالقانونيين اكتر مش بتاعتي يعني. مش هنكتفي بالبلوك وبس.
لا طبعا احنا لازم ناخد اجراءات قانونيه، ما ينفعش ان احنا نكتفي بالبلوك لو الموضوع فيه اذى، ما ينفعش. تمام. طب ومنين اللي بيتابعنا دلوقتي وبيتابع كلامك الجميل المحترم ده وعايز يستفيد من المبادره دي، سواء مثلا من الاباء والامهات واولياء الامور او حتى من الاطفال الشرائح المختلفه اللي بيتابعونا، ازاي يستفيد من المبادره دي؟ ازاي يتواصل معاكم؟ هل في موقع معين للمبادره؟ ده بيحصل ازاي؟ حد عايز يحضر جلسه من جلسات التوعيه يحضرها ازاي؟ تمام. احنا عندنا ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه الجلسات اللي هي الاوفلاين، دي بنعملها في بعض الجامعات الشريكه، ودي بنستهدف بيها كل الناس اللي مقيمين في المنطقه يعني. الحاجه الثانيه الجلسات الاونلاين، ودي بيكون فيها كل الشرائح تقريبا، مصريين وغير مصريين والى اخره. الحاجه الثالثه وهي ان هم ممكن يتواصلوا معانا ازاي، من خلال رسائل الصفحه بتاعتنا، وحاليا احنا في ويب سايت، والويب سايت ده انا عايزه انوه على حاجه مهمه جدا، انه قريب هيكون عليه كويك ريسبونس اللي هو استجابه سريعه، بحيث ان انا تعرضت لحاجه زي دي هعمل استماره. تمام. والاستماره دي هتكون فيها سؤالين او ثلاثه مش كتير، وهنبدا ان احنا نحوله. الصفحه يا امنيه، الصفحه اللي هي يكتب اللي هي البيج او الصفحه مبادره الجيل الجديد لتوعيه الاطفال، اسمها كده ده نيو جينيريشن. لا هي مكتوبه بالانجلش. الجيل الجديد نيو جينيريشن. ممكن هبعت لكم. تمام. أكيد. طيب هل في تدريبات للأسر بتتعمل سواء أمهات أو آباء عشان يحافظوا على أولادهم من سلبيات الإنترنت، أو حتى ممكن يكون في أطفال عايشة مع الجدود وفي جدود حابين إنهم يشتركوا في حاجة زي كده وعندهم من القدرة على متابعة التكنولوجيا، هل في تدريب ممكن نساعدهم إنهم يبقوا زي ما بنقول كده إن في حياة الأطفال؟ طبعا يعني احنا مرحبين دلوقتي بالمتطوعين في المبادره بتاعتنا من كل الاعمار. عندنا السن اللي هو بتاع الاطفال اللي احنا مستهدفينه، اصلا عاملين حاجه اسمها تثقيف اقران، دول ان هم بينقلوا الخبرات من خلالنا للناس المحيطين بيهم. والفئه الثانيه فئه اولياء الامور عموما، مش فاكرين سن يعني كبير او صغير، عادي وانس ان هو 21 سنه فيما فوق يقدر ان هو يشترك معانا، وبنقدر ان احنا نفصل الفئات على حسب السن وبندربهم بس كده. لكن الاستماره مفتوحه يعني، وان شاء الله تفضل مفتوحه فتره طويله يعني. اكيد. كل الشكر ليكي امنيه امجد الابياري، مؤسسه مبادره الجيل الجديد لتوعيه الاطفال بالامن الرقمي. شكرا جزيلا ليك. كلام مهم جدا امنيه. وكلام مهم جدا منا، احنا محتاجين كاباء وامهات ان احنا في كل البيوت يعني ناخد نعرف بالظبط ازاي نتعامل مع اطفالنا، وازاي نحاول نبعد الاثار السلبيه عن تعرضهم لفترات طويله للانترنت. نروح دلوقتي مع حضراتكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا، أخبار الكرة والملاعب مع لمياء حمدي. نروح لها مرة تانية ونصبح عليك يا لمياء مرة تانية، تفضلي. صباح الخير عليك يا محمد وتابعنا في النشرة الرياضية. مشاهدينا برحب بيكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدا نشرتنا مع فريق الاسماعيلي اللي خسر امام زد في المباراه اللي جمعتهم على استاد الاسماعيليه ضمن منافسات الجوله ال 18 من الدوري المصري. بالنتيجه دي بيحتل فريق الاسماعيلي المركز ال 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطه، وبيحتل فريق زد اف سي المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 27 نقطه. مصطفى ميسي لاعب زاد حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي اللي جمعته امبارح بالدوري. كمان فريق مودرن فيوتشر حقق الفوز على فريق فاركو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، وده ضمن الجولة ال 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، وتوقف رصيد فريق فاركو للنقطة ال 12 واحتل المركز ال 16.
وفريق سيراميكا اتعادل مع فريق الاتحاد السكندري في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر، وده ضمن الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 28 نقطة، وارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 24 في المركز السابع. منتخب مصر للناشئين تعادل مع المنتخب التونسي في أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين، وبيواجه المنتخب الوطني النظير الليبي في الجولة الثانية بكرة يوم السبت. الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك أعلن أو بدأ تجهيز أحمد فتوح لاعب الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام اللي جاية في ظل التأهيل من الإصابة اللي تعرض لها مؤخراً. فريق أستون فيلا الإنجليزي تأهل لنصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فريق الهلال الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وده بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتفوق الهلال بهدفين مقابل هدف، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. كمان وصل فريق روما الإيطالي لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد ما قرر فوزه على نظيره فريق ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب الأولمبيكو في إياب دور ربع نهائي البطولة. فريق باير ليفركوزن الألماني حجز مقعده في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد تعادله مع مضيفه فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1-1، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد لندن الأولمبي في إياب ربع نهائي اليوروبا ليج. وفي مباراة الذهاب كمان حقق باير ليفركوزن الألماني الفوز على ويست هام يونايتد الإنجليزي بثنائية نظيفة. ودع فريق ليفربول الإنجليزي منافسات بطولة الدوري الأوروبي رغم فوزه بنتيجة 1-0 أمام أتلانتا الإيطالي في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح، وده ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي لموسم 2023-2024، وتأهل فريق أتلانتا إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، واستغل فارق الأهداف في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1. خلاص خلصت نشرتنا الرياضية، ونستكمل باقي فقراتنا بعد الفاصل. الإسلام دعا للتسامح والعفو بين الناس وبعضها، وخلى التسامح والتراحم سبب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وغفرانه وعفوه. يمكن عشان كده مهم ان يبقى في تسامح مستمر بين الناس، خصوصا الاهل والجيران. ولا تنسوا الفضل بينكم طبعا. دي مش بس يعني على العلاقات الضيقه، المفروض نطبقها بمستوى واسع. يعني قيمه مهمه جدا من قيم الاسلام التسامح. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هنتكلم في الفقرة دي من صباح الخير يا مصر عن أهمية التسامح، هذه الفضيلة الأسمى في الإسلام. بنرحب بضيفنا الكريم اللي منورنا في الاستوديو، الشيخ محمود عويس الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. منورنا بالسادة المشاهدين، وصباح الخير على الجميع. صباح الخير على حضرتك. قيمة وفضيلة التسامح في الخطاب القرآني والنبوي على هدي السنة وفي آيات القرآن، في آيات كثيرة جدا بتدعو وتحث على الصفح والتسامح والصفح الجميل. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبع هداه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. العفو والإحسان والتجاوز عن المخطئ والتجاوز عن زلات الناس أمر عظيم جدا، وخلق من أهم الأخلاق الإسلامية وقيمة مجتمعية. الله تبارك وتعالى من أسمائه العفو، صحيح، يعفو عن عباده ويغفر لعباده. فإذا أردت أن يغفر الله لك ويعفو الله عنك فاغفر لخلق الله ذلاتهم واعفوا عن أخطائهم. وبذلك أمر الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم
فقال ربنا تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكان من أفضل التفاسير القرآنية هو أفضل التفاسير القرآنية هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يمشي كان قرآنا يمشي على الأرض يمشي على الأرض. إيه تفسير خذ العفو؟ قال له يا جبريل ما هذا؟ قال إن الله يأمرك بثلاث: أن تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. إنسان ظلمك في أي أمر من أمور هذه الحياة الدنيا، اعفو عنه لوجه الله، سامحه لوجه الله. لو أنت هتاخد على كل واحد أخطأ في حقك، تعدى عليك وجعلته في قلبك، قلبك يعني سيكون مليء بالكره، مليء بالبغض، مليء بالأحقاد، مليء بهذه الأمور السيئة. وهذا القلب ما جعل لأن أملأه بمثل هذه الأشياء، صحيح، إنما جعل القلب ليكون محط نظر الله. ربنا لما ينظر للعبد ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى قلبه، لا ينظر إلى شكله، صحيح، ولا إلى جسده، سينظر إلى قلبه، سيجد قلبا مليء بالكره، بالحقد، بالبغض، بكذا بكذا بكذا. لكن لما يجد قلبا يعفو لوجه الله، يغفر لوجه الله، الله يحب هذا القلب، صحيح، الله يحب سليم. الله يحب هذه القلوب. ربنا مش بيحب القلوب اللي هي بتكره بعض، ربنا بيحب القلوب اللي بتسامح بعض وتعفو عن بعض وتغفر لبعض. ربنا بيقول في القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب. فإذا أردت أن تكون محبوبا عند الله فافعل هذه الأشياء: اعف عن الناس، اغفر للناس، سامح الناس. ربنا يحبك، ربنا يحب القلب اللي هو مليء بذكر الله تبارك وتعالى ومليء حب للناس ومليء مغفرة وعفو للناس. كان سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه عليه سلام الله، سيدنا علي زين العابدين حفيد سيدنا علي، علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن سيدنا علي ابن أبي طالب عليهم سلام الله أجمعين. كانت عنده واحدة قرية يعني بتخدمه في البيت، فكان بتصب له المية، بيتوضى وبيصب بتصب المية، فالإبريق اللي فيه المية وقع على وشه، قال فشجه جرحه، قال فاغتاظ امتلأ غيظا وغضبا، فقالت له: يا سيدي والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قالت: يا سيدي والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت له: يا سيدي والله يحب المحسنين، أطلق. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. جميل. دي أخلاق آل البيت، هي المستمدة من مين؟ من أخلاق سيدنا رسول الله. لذلك العفو مش أي حد يقدر يعفي عن الناس. سيدنا النبي بعد فتح مكة لما اجتمع مع أهل قريش واتكلم معهم قالوا يعني سيدنا النبي قال لهم: ماذا تظنون إني فاعل بكم؟ نعم. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: طالع. اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني فندم بكل سهولة. اذهبوا فأنتم يعني الطلقاء، الموضوع ببساطة شديدة جدا، وما خدش منه تفكير. العفو والسماحة عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده يمكن من الحاجات اللي ساعدت الناس انها تحس قد ايه طبعا عظمة وروعة الإسلام ويدخلوا في دين الله أفواجا. سيدنا رسول الله يعني قلبه كبير، صحيح، وقلبه واسع يسع كل الناس،
مسلم وغير مسلم. من اخلاق من 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 اخلاق سيدنا رسول الله العفو، لما عفى عن اهل مكه وعن اهل قريش دخل في دين الله في هذا اليوم 2000 صحيح من اهل مكه. كان داخل مكه ب 10,000، طلع من مكه ب 12,000. ال 2000 دول شافوا من سيدنا رسول الله ذلك. احنا اذهبوا فانتم الطلقاء، دي النبي كلمه قالها وانتهت، لكن اللي يرجع يشوف الايذاء والسب صحيح والشتم اللي النبي تعرض ليه لا يتحمله بشر، لكن تحمله النبي. وفي اقل لحظه نحن نعتذر لك يا محمد. جميل. مش يعني يا رسول الله، احنا بنعتذر لك يا محمد. قال فاذهبوا فانتم الطلقاء. لذلك سيدنا الحسن بن علي اخو سيدنا الحسين قال لو ان رجلا شتمني في اذني هذه واعتذر الي في اذني هذه لعفوت عنه. ما كنش يعني متمسك قوي يعني. طب من جميل الايات القرانيه اللي بتدعونا للتامل دائما ايه من ثلاث كلمات، فافصح الصفح الجميل. نعم. وكيف يكون الصفح جميلا؟ ده سؤال لحضرتك. واهميه اقتران دائما التسامح والصفح بالجمال في السلوك الانسان. نعم. الصفح الجميل هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اصفح عن كل من اساء اليك صفحا جميلا لله تبارك وتعالى دون ان تنظر ودون ان تعاتب وتقول انت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. تصفح لله. دون اي لوم. تنسى كل ما فعل بك، كل اذى في الماضي. لان هذا هو اكبر انتصار لك على النفس. النفس عندما تريد ان تصفح عن شخص وتعفو عن شخص، تاتيك النفس وياتيك الشيطان الاثنين. تقول لك هو انت ناسي هو عمل فيك ايه؟ هو انت ناسيه صحيح هي عملت معاك ايه وعملت ايه؟ ويجي الشيطان انت كذا وهو عمل كذا وهو عمل كذا، فيكبر في نفسك الموضوع. فتلاقي نفسك مش قادر على العفو، مش قادر على الاحسان، مش قادر على الصفح. لذلك سيدنا رسول الله قالوا من انتقم لنفسه قط. من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما انتقم لنفسه. اي حد بيغلط في نفس رسول الله وفي شخص رسول الله، سيدنا رسول الله يسامحه على طول. لان سيدنا رسول الله مش عاوز واحد يخش النار بسببه. سيدنا رسول الله عاوز يدخل الجنه كل الناس كلها الجنه. فانا لما ما اعفيش عن شخص معين او ما سامحش شخص معين، فانا اكون سبب في انه هو يدخل النار والعياذ بالله. وسيدنا رسول الله مش عاوز كده. سيدنا رسول الله عاوزك تعفي عن صاحبك، تعفي عن جارك، تعفي عن قريبك، عن صاحبك في الشغل، عن الناس اللي هم مع بعض، عشان كلنا نكون في الجنة إن شاء الله. وطالما احنا عاوزين عفو من ربنا وعارفين وعايزين إحسان من ربنا وصفح من ربنا، ما لازم نعفو عن بعض. ما هو الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت أحسنت إلى الناس فربنا يحسن إليك، عفوت عن الناس فربنا يعفو عنك، غفرت للناس زلاتهم فربنا يغفر لك. سيدنا رسول الله بيقول كان في من كان قبلكم رجلا لم يعمل خيرا قط. قبلنا في واحد عمره عمل حاجة لله كويسة، وكان رجل يداين الناس، كان رجل تجارة وليه ديون عند الناس، فيبعث الطلاب واللي شغالين عنده أقول لهم اذهبوا فخذوا من الموسر وتجاوزوا عن المعسر. المعسر واللي معهوش فلوس ادوله مدة ومش قادر يسد خالص، فعلا مش قادر يسد خالص، اعفوا عنه وتجاوزوا عنه لله عشان ربنا يتجاوز عنه. جميل. قال كده. فلما جه يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى أنت فعلت ذلك، تجاوزت عن الناس، عفوت عن الناس. قال الله له تجاوزوا عنه. مع أنه ما عملش حاجة كويسة خالص إلا الخلق ده صحيح. اللي عفو عن الناس وكان مش قادر ما يدفعش فما يدفعش، فبيتجاوز عن خلق الله. فربنا قال يوم القيامة
تجاوزت عنك فادخلي الجنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على أن نشر قيم السماحة والتسامح والمسامحة بين الأفراد. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا للرجل السامح، رحم الله رجلا سامحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وفي رواية أخرى إذا قضى. يعني يعني دعاء للرجل السامح بهذا الشكل، أعتقد يعني مين ما يحبش أنه سيدنا النبي طبعا لذلك سبحان الله دائما نقول أن الله يحب المحسنين، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ماشي، لو واحد أخطأ فيك فأنت غلطت فيه ماشي، لكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. تخيل أو تخيل أو استلم شيء لما يكون أجرك على الله، ربنا هيديك إيه؟ لما أنا أكون أجري أنا على ربنا الكريم الكبير الواسع. سيدنا رسول الله مش عاوز الناس تكون في حالة تقطيع أو مقاطعة أو تحاسد. النبي قال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا، سيدنا رسول الله بيعلم الصحابة أنك أنت لو بالفعل، سيدنا رسول الله كان لابس ملابس وجبة غليظة، يعني كان جو برد على ما أظن يعني، فجيه واحد من وراه فمسكه من ملابسه من عند رقبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أثر في عنقه صلى الله عليه وسلم، من شدة المسكة يعني أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا محمد مر لي من مال الله، اديني من مال الله فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك. كلام صعب يعني، اديني من الفلوس اللي عندك دي، لا فلوسك ولا فلوس أبوك. فتخيل واحد بيقول للنبي كده، والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فرح النبي نظر إليه وتبسم وقال له أعطوه من مال الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق تعلم من سيدنا رسول الله وانتصر على نفسه، الانتصار على النفس في العفو حاجه كبيره جدا، وهي دي مجاهده النفس، هو هذا هو الجهاد الاكبر كما يقولون. يعني فيما تبقى من وقت قبل الموجز، عايز اسال حضرتك اللي بيتابعنا دلوقتي، احنا مش عايشين في مجتمع ملائكي اكيد، وعايز اسمع رد حضرتك فيما يعتقد انه التسامح والصفح المستمر نوع من انواع الضعف. بعض يقول انه يعني هوان نفسي او عدم اخذ حقي فده ضعف مني، هذه الفكره ترد عليها ازاي؟ وكيف رد عليها اسلامنا الجميل انه حينما اصفح فانا قوي ولست ضعيف؟ فهم خاطئ جدا. الناس فاهمه ان لما انا اعفو عن اللي ظلمني او عن اللي سبني او عن اللي شتمني ده يعتبر ضعف او ذل او مهانه، لانه يناقض تماما تناقض كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا رسول الله ثلاثا احلف على الله احلف عليهن، منها ذكر منها سيدنا رسول الله وما زاد الله بعبد عفوا الا عزا. عز عز يعني العفو عز طبعا. ليه عز؟ لان احنا شايفين الظاهر لنا اللي ياخذ حقه هو ده العزيز. صحيح، عنده عز. غلط. ليه غلط؟ انتصار على النفس فين؟ هو كده نفسه انتصرت عليه لما راح خد حقه وراح شتم وراح سب وكذا وكذا كذا، كده عنده انتصار لنفسه. لكن لما انا انتصر على نفسي، النفس دي اللي هي ربنا امرني بالمجاهده، جاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم، فلما اجاهد نفسي زي الرسول الله قال رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. جهاد النفس. قالوا ما هو؟ قال جهاد النفس. ما هو النفس بتدعوني، لا انت ده عمل له كذا وكذا وكذا، ما تسيبوش، روح ورد له واشتمه وسبه وعمرك ما تعفو عنه، دي نفس. وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وانهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فانت تعرف كيد الخصم والحكم. فاللي يعفو يصبح عزيز عند الله تبارك وتعالى. السماحة هي أكثر الصفات
في الدين الإسلامي وسطا بين الإفراط والتفريط، ما بين عزة المسلم وكرامته وبين السماحة والعفو عند المقدرة. نقدر يعني نقول ربنا يعز الناس وربنا يكرم الناس بالقدرة على السماح والمسامحة، زي ما الشيخ محمود عويس بيقول ما يقدرش عليها غير كل شخص قوي قادر ان هو يعفو. كل الشكر للشيخ محمود عويس الواعظ بمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، نورتنا وجمعه مباركه. شرفتنا يا فندم وكل سنه وحضرتك طيب. دلوقتي ميعادنا مع حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء، موجز التاسعه صباحا مع لمياء حمدين. اتفضلي لمياء. شكرا لك محمد. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أعربت مصر عن أسفها البالغ لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو. وأكدت مصر في بيان عن وزارة الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني والذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاما. كما اعتبرت مصر أن إعاقة قرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية. وطلبت مصر الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وصوت مجلس الأمن الدولي على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت واشنطن الفيتو. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لتسعة أعضاء من مجلس الأمن من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة ضد الطلب. أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأكدت فلسطين أن الفيتو الأمريكي يتحدى إرادة المجتمع الدولي والذي يؤيد بقوة حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بالدولة الفلسطينية. شددت الرئاسة الفلسطينية على أن هذه السياسة الأمريكية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي، وتشجع على استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهوية. أعرب الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة للفيتو لإعاقة الإرادة الدولية بالموافقة على حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وقال أبو الغيط في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة إكس إنه لأمر مؤسف للغاية أن يتم استخدام الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، مضيفا أنه يعلم جيدا أنها كانت مجرد خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتما بانتصار الإرادة الفلسطينية والمدعومة عربيا ودوليا. صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن واشنطن باستخدامها حق النقد للمرة الخامسة منذ بداية تفاقم الوضع في غزة أظهرت مرة أخرى موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين.
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بعدم وقوع أضرار كبيرة في إيران بعد تقارير عن سماع دوي انفجارات قرب مدينة أصفهان وتفعيل الدفاع الجوي في بعض المناطق بالبلاد. وأضاف مسؤول إيراني أن بلاده أسقطت عددا من المسيرات وأنه ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي. وأكدت إيرنا أن المنشآت المهمة في أصفهان خاصة المنشآت النووية آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث هناك. أيضا نقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الرسمي الإيراني قوله أنه تم رصد 3 مسيرات في سماء أصفهان وجرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي وتدمير المسيرات في السماء. طلبت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من موظفيها وعائلتهم الحد من تنقلاتهم في البلاد. يأتي ذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجارات في إيران نسبها مسؤولون أمريكيون إلى إسرائيل، حيث أوضحت السفارة في بيان أنها قد تفرض قيود أو منع الأشخاص المعنيين من السفر إلى أجزاء من إسرائيل ومدينة القدس القديمة والضفة الغربية المحتلة، وذلك نظرا إلى البيئة الأمنية المعقدة التي يمكن أن تتغير بسرعة. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا لرئاسة الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة 10 للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا. وذكرت الخارجية في بيان أن شكري سيستهل زيارته بمشاورات سياسية يعقدها مع نظيرته وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا ناديلي بانادور، حيث سيتم تناول الإطار العام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آلية العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية. مشاهدينا، انتهى موجز 9، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. في بيتنا مريض نفسي، هل ممكن نكون عايشين مع ولادنا وما نكونش عارفين ان عندهم اثار بعض الامراض النفسيه؟ اب او ام ممكن يتعامل مع ابنه بشكل معين وما يكتشفش انه بيعاني من مرض نفسي. احنا للاسف ثقافه المرض النفسي دي مش منتشره في مجتمعنا، ان احنا نتصالح كده ونقول انه لازم نروح ونعالج ولادنا لو في اي امراض نفسيه. كتير من الاسر بتشتكي من سلوكيات ولادهم خاصه في سن المراهقه واول الشباب، مش بيذاكر، منطوي، في بعض الأحيان قافل على نفسه الأوضة، منعزل تماما عن الدنيا لساعات طويلة. شكاوى كتير بنشوفها ومش عارفين نوصفها أو نشخصها إزاي. الحقيقة في بعض المظاهر دي ممكن تكون مؤشر ودليل قوي على وجود مرض نفسي، يكون ابني أو بنتي عندهم مرض نفسي معين، أو ممكن يكون هو السبب في إصابة الكبار اللي بيتابعوه بمرض نفسي. صحيح. من كتر ما هم بيبقوا مش عارفين يتابعوا مع المريض النفسي، قد يكون هو المراهق، قد يكون أهله اللي بيتعرضوا منه لحاجات كتير جدا مش عارفين يتعاملوا معاه، فهم اللي بيصابوا بمرض نفسي. ازاي نتعامل مع المواقف دي؟ ازاي نكتشف المرض النفسي؟ طريقه معالجته؟ ده اللي هنعرفه من دكتور نور اسامه، استشاري نفسي وتعديل سلوك. صباح الخير يا دكتور نور، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح النور. صباح نورنا. نورك ربنا يخليك. في مؤشرات بتقول ان في مريض نفسي في البيت، في مؤشرات بتقول ان في انطواء، في انعزال، هل ده بيبقى بمزاج المراهق؟ هو بمزاجه هو اللي مقرر الانطواء لانه اسهل من انه يواجه اللي حواليه، اسهل من انه ياخد توجيهات، اسهل من انه ينفذ المطلوب منه، فاسهل انه يسيب الناس وينعزل ويدخل بارادته، ولا ده بيبقى بره ارادته؟ طب هو في حاجتين كبار، يا اما يكون جيناتيك، هو عنده استعداد وراثي فطلع زي بابا او ماما كانوا بيعانوا من اضطراب من الاضطرابات النفسية، ممكن تكون موروثة زي اضطرابات القلق، ممكن تبقى موروثة عادي جدا. أو الجزء التاني بيولوجي، إن هو من التنشئة الاجتماعية وطريقة تربيته. بس الحاجتين اللي احنا بنقابلهم صدمتين موجودين بشكل كبير جدا، هو صدمة الفطام وصدمة الميلاد. دي صدمات اللي هو لو تجاوزها في أول سنين حياته بنلاقي طفل
على قدر كبير جدا من يكون شخص سوي. صدمة الفطام تبقى أول صدمة في الحياة، إزاي ممكن أفطم ابني؟ الناس اللي بتحط شطة في بقه، الناس اللي فيه نوع من أنواع الضرب، فبيبدأ يبقى أنشوز دفاعي، فبيفضل يحط صباعه جوه بقه طول حياته عشان هو أذى والدته. دي بداية أول صدمة، إزاء. وفي بعض الأطفال بيكبروا إزاء النفس الغير انتحاري، وبيكمل معاه لحد مراهقة، بعد كده لحد ما عندما متجوز. وفي ناس كتير جدا متجوزين سواء رجالة أو ستات بيحطوا صباعه جوه بقهم حاجات لا إرادية بيعملها مخ كنوع من أنواع الإسخاط عشان هو أذى والدته. بدءا بقى دخول مرحلة التعامل. طب هل أنا كنت التدليل الزائد ولا كنت بقصو عليه؟ طب ده بيفرق في إيه؟ بلاقي كتير جدا اضطرابات زي التقلبات المزاجية التخريبية، المراهقين اللي عندهم التمرد التفاعلي ونوع من أنواع العنف الشديد، حتى لو ما كانش يعني هو ما كانش كده، فجأة دخل في بداية المراهقة قبل بداية البلوغ شخص عنيف جدا ومتقلب المزاج والمزاج العصبي. ده اضطراب. الاضطراب ده ايه سببه؟ القسوة الشديدة أثناء فترة الطفولة، وهو كان من الشخصيات الخجولة اللي مش قادر يعبر عن نفسه، فدخل مرحلة المراهقة خد الشحنة دي من الضرب وبدأ يمارسها. وفي بعض الأطفال اللي بيخشوا بداية المراهقة عادي جدا يتحول إلى مجرمين عشان هو بدأ حاجة اسمها مرحلة التبلد أو الشعور بالسعادة في إزاء الآخرين زي ما كان بيحصل معاه. أو الـ ODD اللي هو إيه؟ التعارض أو العند المتعارض. يعني العند المتعارض طفل دايما لقى في كل حاجة. ده حاليا بنسميه اضطراب بسبب الإجبارات المستمرة. بسبب اعمل كذا، بلاش تعمل كذا، لما تكبر الكلام او الجمل السامه او الجرثومه الكلاميه اللي دايما بنعملها له ده بيعمل اهتزاز في الثقه في النفس وبيبقى اضطراب نفسي بعد كده. مظبوط. عايز اسال حضرتك وبرده اللي بيتابعنا دلوقتي فكره ايه هي الاضطرابات اللي ممكن اتسامح معاها، اللي انا اقول ممكن الطفل او المراهق مع مرور الوقت مع التنشئه الاجتماعيه مع التفاعل مع الاخرين يتغلب عليها، وايه الاضطرابات اللي انا ما ينفعش اتسامح معاها، لا هي دليل او مؤشر على وجود مرض نفسي، وده يستتبعه طبعا الذهاب لطبيب نفسي والثقافه دي ان انا احاول اعالج ابني او بنتي. ايه المسموح به اللي ممكن التصالح معاه، وايه اللي انا بيقول لي كده جرس انذار لا في مرض نفسي يجب ان يعالج؟ طيب احنا في البدايه خلينا نقول ان الاضطراب مش بيجي وليد صدفه او لحظه، هو بيحصل اعراض بعرف من الاعراض دي زي المنبه لا ستوب ابنك او بنتك عندها مشكله. ايه بقى ابرز الاعراض دي؟ طيب ابرز الاعراض دي ولازم يكون عرض من الاعراض او اتنين مع بعض. العزله الاجتماعيه بيقعد فترات طويله لوحده، او ممكن العكس هو عنيف، يعني ممكن يكون متقبل الناس وعنيف او هو انعزالي، الاثنين فيهم خطوره. عنده سوء تغذيه فجاه، يا اما نحافه شديده يا اما سمنه مفرطه، مش عايز يتعامل حتى مع اقرانه حتى مع اخواته، يعني يا بيغير منهم او مش عايز يتعامل خالص، رافض يتعامل مع اي حد جديد او الناس اللي كانوا في المدرسه، ضعف تركيز، تشتت انتباه، سوء في التحصيل الدراسي. كل ده مبادئ ممكن نقول ايه، مثلا بتفرج على التليفون مثلا فترات طويله، بتفرج على التلفزيون فترات طويله، هو مهايبر، فممكن نقول مثلا هو لا لم يعمل اختبار يعني هو ممكن ADHD. بس لما يبدا نخش بقى في مرحله ان هو بيبدا يجي له كوابيس بشكل مستمر او اكثر خطوره الهلع الليلي، بيقوم كل يوم وشه احمر ومش قادر يفتكر الحلم ومش عارف ينام، بقاش عارف ينام لوحده، بيخاف من الضلمه، الحاجات دي كلها ألارم، لا في مشكله. طيب بدا مش عايز يذاكر، مش عايز يقوم اصلا من السرير يمارس اي نشاط، النظافه الشخصيه فيها مشكله، هو فاقد الشغف، التلعثم المؤقت او التهتهه اثناء الكلام، كل دي علامات لا ستوب انا كده ابني عنده مشكله. دي ظواهر بدات تحصل بسبب ايه؟ الصدمه. يعني ايه صدمه؟ هو اتصدم صدمه كانت بسيطه او معقده او حاده، وممكن اي حد فينا يتعرض لصدمات، هي على حسب
نوع شخصيته يعني الشخصيات القويه او الجريئه من الاطفال اللي هي ممكن تبقى جيناتك كده يتعدى الصدمه عادي. وفاه حد كان عزيز عليه بابا او ماما، انفصال بابا او ماما، الاثنين بيتخانقوا مع بعض فترات طويله قدام اطفالهم بالظبط، هما دايما مهملينه، حلم الابوين انت لازم تعمل كده، هو ملوش قرار، دايما في تبويخ لابني، مفيش مدح ليه. لما تكبر هتفهم الحاجات دي، انت لسه صغير كل شويه قدام الناس اجبراته، مفيش دايما اختيارات بكبره، الايذاء النفسي اللي فيه شتايم وجمل سامه او الايذاء البدني، دائم المقارنات، شفت اخوك عامل ايه او شفت بنت خالتك عامله ايه او شفت عامل ايه، الاختلاف في التعامل بين بابا وماما، بابا بيعامل بشكل وماما بتعامل بشكل، المعامله اللي دايما التهديد او التدليل الزايد. عشان بس دكتور هو انت كده ما بتوصفش الاغلب الاعم من الاطفال من بدايه عمر مثلا 9 سنين ل 14 سنه، يعني هو مش ده اللي موجود في كل الاطفال اللي موجودين، كلهم ماسكين تليفونات، كلهم عايزين يقعدوا لوحدهم، كلهم بياكلوا وحش جدا، عايزين ياكلوا فاست فود، فتلاقيهم يا اما رفيعين خالص يا اما تخان خالص، تلاقيهم متعصبين، تلاقيهم مكسلين يشتغلوا، تلاقيهم مش عايزين ينزلوا. هو مش ده اللي بيحصل في الاغلب الاعم في مرحله معينه، في اللي بيعديها وفي اللي بتعدي عليه المرحله يعني. طيب الاهالي اللي عندها حاجه اسمها نقص فيتامين نو، نقص مرض اشباع رغبات اللي اتحطت في الدول الاوروبا يعني، اللي هو بقى مرض دايما بنعمل كل حاجه، ده شق، وشق ان هم مش يعني انا دايما بقول الحب معتدل، بس الناس اللي بتعتمد على التدليل الزايد او القسوه الشديده ده جزء، والجزء الثاني اللي احنا لو جت اعراض دي وعلى دي استمرت من 3 شهور لست شهور وبدا يخاف من الضلمه وبدا يخاف من حاجات ما كانش بيخاف منها مع الكوابيس ومع الهلع الليلي ومع التهته، انا كده عندي مشكله. هو التليفون هو بيتفرج على الدكتور بقى انا يبقى لازم استشاره الطبيب النفسي بالظبط، عشان دي بدايه، هو في صدمه معينه حصلت، في حاجه حصلت له، الصدمه دي بتخليه على فكره في بعض الاطفال بيروحوا الى حاجه اسمها متلازمه عالم افتراضي، زي مثلا الاضطراب المصطنع. الاضطراب المصطنع هو بيبدا ترويج اشاعات، او النوع الثاني منه بيبدا عايز يكسب تعاطف الاخرين او لفت انتباه الاخرين، عشان ماما او بابا مثلا جابوا بيبي جديد ومش مهتمين بيه فهو نفسه ياخد الشو، فيبدا يقول في ناس كانت شهيره يعني عنده كانسر وما عندوش حاجه، عشان تعاطف الاخرين يتمارض بالظبط. فده ايه؟ ده اضطراب حصل له بسبب صدمه احنا شايفينها من الصدمه، يعني ايه اللي حصل؟ ابني مثلا بيعيط فترات طويله بيتدلع هيسكت، انا مش بشوف مش بشخص صح، انا بقول اللي هو طب انا لما اشوف الحاجات دي انا كاب وكام اتصرف ازاي؟ يعني اتعامل ازاي لما الاقي بعض المؤشرات دي موجوده في ابني او بنتي جوه البيت؟ اتصرف معاهم ازاي؟ طيب لازم اجرب شويه سيناريوهات كده، اشوف الاول هل انا بدلل ولا انا بقسو قسوه شديده؟ طب اعمله ازاي؟ تمام، ايه اللوجيك؟ انا دايما بنزل الشغل وبرجع بالشغل وكلنا مشغولين. اسهل حاجات التحفيز، السكور شيت وسلم وتعبان، ورقه المهام، ان احنا نتفق على تسكات، ان احنا نقول له المهام اللي انت هتعملها 1 2 3 4 وليها مكافئات، سواء كانت نقط هنحطها درجات او صح وغلط او سمايل فيس او باد فيس، وبناء عليها هديك هديه قصيره المدى النهارده وفي طويله المدى اللي هو صندوق الهدايا ده اخر اسبوع. ببدا اديله الاختيارات المحدده، تلبس اصفر ولا احمر ولا البرتقاني، تحب تاكل رز ولا مكرونه، انا حطيت له اختيار بس محدد، فبدا يكون واسيب له هو ياخد القرار. مظبوط دكتور، الحلول دي بتعذب الابهات والامهات، لان بمنتهى البساطه انا لو ما اديتش المكافاه قصيره المدى اليوميه هيبقى يوم صعب عليا جدا، وهتبقى حق مكتسب، وقد لا يتم الالتزام بالتاسكس اللي احنا متفقين عليها، فهضطر اخد رد فعل اخر، يعني احنا بنفتح باب احنا نفسنا مش هنبقى قادرين نمشي وراه. هل كده احنا المشكله عندنا احنا ولا عند الولاد؟ لان هم لن يلتزموا ومش هيعملوا التاسكس الا لو هم قادرين يعملوا التاسكس، ولو ما خدوش المكافاه قصيره المدى ايا كانت بقى حلويات ولا ادوات للرسم او ايا كان بقى، يعني كل واحد حسب ثقافته ومقدرته الماديه، هتبقى مشكلة أخرى قد تؤدي لمزيد من العقاب، قد تؤدي لمزيد من الفجوة، قد تؤدي لمزيد من التباعد بين الولاد وأهلهم. أنا غلطانة في كلامي ولا أنا بقول خالص؟ بس هو في نقطة، في بعض الشخصيات في التصنيف الجريئة القوية المتواضعة الخجولة اللي ما عندها ثقة بالنفس شوية. طيب
القويه والجريئه، يعني بنلاقي مثلا نشيط الطباع ده بيجي ولد او بنت تذاكر لوحدها، حتى من حضانه تذاكر لوحدها عشان هي عندها شخصيه وعشان هي عايزه تبقى ناجحه. بلاحظ صعب جدا لو صعب الطباع، ما بسمعش كلام، عنيد. فده احنا عندنا ده وعندنا ده. طيب احنا عشان خاطر هو محل طفوله، لحد طفوله المتاخره حتى 9 سنين وبدايه المراهقه من 10 سنين واوقات من 9 سنين، اخر الطفوله هو الفرق بين الخيال والواقع، هو مش عارف مصلحته. فبيبدا يجرب ويكتشف العالم الخارجي، فقعد ذاكر، فهو رابط المدرسه بالنوم بدري، الطبارة ليه، طب اذاكر ليه، فهو مش حابب. فانا مضطر اعود مخه على روتين معين. زي فكره الادمان السلوكي، ادمانك عاده، عاملها له ازاي؟ ما هو مش عارف مصلحته، وانا مضطريه اعرف مصلحته. فبحط له الهدايا قصيره المدى عشان ابدا المخ بيشتغل امتى؟ في حاله الشعور بالانجاز. صحيح. انا ليه امتى بكون سعيد؟ بالظبط، في حافز، في انجاز، انا بشتغل عشان اخد مرتب مثلا، ففي حاله من السعاده عشان اشعر بالانجاز. فبحط له التاسكات دي، حتى لو اتفرج على التلفزيون نص ساعه، الموبايل ربع ساعه، نص ساعه. طيب لو انا ما عملتش كده ما هو مش هشتغل، عشان السيرتونين والدوبامين والاندورفين في المخ مش هيبدا يشتغل بسرعه كفايه. طيب لو رفض يبقى ده اسمه الابتزاز العاطفي، فده هيخش في المراهقه التمرد، مش عامل. طب لو عملت دي قصاد دي يبقى اسمها الرشوه، مش مكافئات قصيره المدى وطويله المدى. ولازم تبقى بالاتجاهين كمان، هي المشكله بس في صندوق الهدايا اللي في اخر الاسبوع، يعني الحاجات القصيره دي ماشي، لكن ان انا اوعد ابني او بنتي بصندوق هدايا الموضوع ده كبير جدا. انا بس عايز ارجع لنقطه مهمه جدا كمان، فكره بنلاحظ ده في اولادنا وفي اسر كتيره او بيوت مع بدايه المراهقه، فكره العند. مش عارف ده يصنف كمرض او اضطراب نفسي، لانه بنلاحظ دايما مع بدايات مرحله المراهقه سواء للولد او البنت فكره استقلاليه الراي، اقول حاجه فيمين شمال، انا لازم انفذ اللي انا عايزاه، انا كبرت، ده رايي، دي شخصيتي. هل ده حاجه كويسه ان انا انمي في ابني او بنتي فكره الاستقلاليه، وفي نفس الوقت لما بتزيد عن حدها بيبقى في مشاكل كتيره جوه البيوت، ازاي اتعامل؟ يعني امسك العصايه من النص ازاي؟ طيب فكره التمرد، انا بسميه ده التمرد في حاله المراهقه، ده شيء صحي جدا لو ما حصلش فيه مشكله. صحي طبعا. هو بيحصل بشكل صغير في اول سنتين في حياته، او ما يبدا يمشي لوحده بيبدا لا مش عايز حد يقول نو، بيلاقي اطفال كتير جدا لا، فانا ابدا اقول ايه ده، ازاي يتكلم معايا كده؟ هو حب استقلال. حب استقلال بيحصل في سنتين وبيحصل في دخول المراهقه بشكل كبير. طيب ايه اللي يخوفني لو ابني ما كانش عنده تمرد؟ انا بتكلم في الشكل المحترم اللي في استقلاليه. لا، في خوف. اذا ان ابني ما عندوش ثقه بنفسه. ايوه. واذا ابني داخل من الشخصيه خجوله الى الشخصيه المتواضعه. أيوة. اللي سهل جدا حد يتنمر عليه، سهل انقياد كمان. مظبوط. وكتير جدا جدا في دخول الجامعات، استقطاب الجامعات الارهابيه، بيكون من الشخصيات الخجوله او المتواضعه، اللي ما عندهم ثقه بنفسهم، اللي ما يقدرش يعبر عن نفسه. جميل. عشان في استقلاليه، ما في دايما انا مجبر، ما فيش اختيارات. ففكره التمرد دي حاجه كويسه، انا ليا كيان. فدايما بقول في المرحله دي هي مرحله صحيه، لو ما حصلتش اقلع على ابنك. بس انا بحط ضوابط وحدود. وخلينا متفقين، لو فيش جسر ان انا وانت اصدقاء، مش هقدر الاب يعبر لابنه او الام تعبر لبنتها فكره دخول البلوغ واحنا ازاي اصحاب ونتقبل المرحله دي، عشان مرحله صعبه جدا. وكتير من البنات بيجي لها حاجه اسمها اضطراب تشوه الجسم، انا شكلي وحش، انا جسمي وحش، مكسوفه قدام الناس. ودي بتحصل كتير مع الشخصيات الخجوله او الشخصيات المتواضعه. فازاي ممكن يبقى في جسر تعاون؟ طب دخلنا في دلوقتي العند او التمرد، ما ينفعش ابدا اجبر، هو هيعمل اللي هو عايزه وهيبدا يهرب. حاجه اسمها التمرد التفاعلي اللي هو مقاومه السلطه، هو عارف اللي بابا مسيطر في البيت وهيبدا يزعق، فانا هبدا هكذب عليه. او الكذب الادعائي، بص انا عملت حاجه ولا ما عملتش الحاجه دي. فالكذب الادعائي، فانا المفروض اعمل ايه؟ الاختيارات، انا مضطر نعمل اختيارات بس بدون التطاول. انا ليا كان في البيت، بس انا بديله الاستقلاليه، بديله الاختيارات المحدده اللي هو عايز يعملها. بحاول اتكلم معاه فترات طويله، في الفتره دي هو مش هيسمع، احنا دايما برضو بندي نصايح، فبنخاف جدا على اولادنا. يعني اي مشكله او اي حاجه انا بديله اختيارات، واخد بالي جدا من نظره عيني، من تون صوتي، من انواع العقاب. لو في عقاب صارم قوي جدا ومش مناسب للموقف، دايما تون صوتي عالي، عيني دايما بتبرق، خلاص هو مش هيقول لي حاجه تاني، فهيبدا يعمل من ورايا. فهي فتره من اول 10 سنين البنات، وممكن الولاد من 11 سنه او 12 سنه لحد 17 سنه انا في مشكله.
بس انا ممكن احول المشكله دي لتشالنج تحدي ان انا مش عايش في مدينه فاضله وانا مضطريه ان اطلع بني ادم سوي. ففكره الاجبارات اللي انا اعمل كذا وما تعملش كذا، الصوت العالي، الزعيق، الصريخ، مد الايد، هيبدا يتحول الى شخص غير سوي، شخص يا اما لو كان من شخصيات الخجوله او المتواضعه. على فكره كتير من شخصيات الخجوله والمتواضعه بتتمرد وبتكون عنيده في كون فرزون منطقه الامان بابا وماما، فدي حاجه مش صحيه برضو. والشخصيات القويه او الجريئه هتبدا تعمل الحاجات دي وممكن توصل الى بجاحه ومد الايد، وممكن يبقى الشخصيات العنيفه اللي بتمارس نوع من انواع الاسقاط النفسي اللي بيعمله فيا بابا بعمله على اخواتي او اصحابي في المدرسه. ربنا يسلم وتعدي مرحله المراهقه على خير في كل البيوت. كل الشكر ليك الدكتور نور اسامه استشاري النفسي وتعديل السلوك، شكرا جزيلا لك. شكرا، نورتنا وشرفتنا وصباحك خير كده يا رب دايما. هي صباح الفل. لسه مكملين مع حضراتكم صباح الخير يا مصر، نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية. واحد من الموضوعات المهمة جدا اللي الناس مستنية الكلام فيها ومستنية نتيجة للكلام اللي اتقال بقاله فترة، ضبط الأسعار. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وأعلن في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن في تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية ممكن توصل ل 27%، وده لعدد من السلع الاستراتيجية. ونحط تحت السلع الاستراتيجية دي أكتر من خط، السلع اللي احنا مهتمين بيها ولا يخلو بيت أبدا منها. ده موضوع مهم جدا يهم كل الناس، يهم الشارع المصري. الأسعار، سؤال الأسعار، إمتى الأسعار هتنزل ويحصل تخفيضات فيها؟ امبارح كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اعلن عن خطه واستراتيجيه للحكومه المصريه في عمليه الرقابه على الاسواق، فكره الرقابه وضبط الاسعار، واتكلم عن حاجات كتيره جدا تهم المواطن المصري. النهارده شرفنا ومنورنا في الفقره الاخيره من استوديو صباح الخير يا مصر الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع. نتكلم عن حديث رئيس مجلس الوزراء وحديث الاسعار. بداية شايف الكلام الخاص فيما يتعلق بالتخفيضات اللي ممكن إن شاء الله واللي بدأ حتى يشهدها السوق شوية اليومين اللي فاتوا في بعض السلع، تحديدا السلع الاستراتيجية. هو طبعا زي ما انتوا قلتوا الموضوع ده يهم كل الناس ومحتاج نظرة عامة وتقييم شامل وجزئي كل فترة. الحكومة أعلنت ده مبكرا الحقيقة، والحقيقة انه ده بدأ مع إشارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة، قال يا جماعة إحنا دلوقتي ده اقتصاد سوق وما بنتدخلش، ولكن إيه المانع إن الحكومة تتدخل بإنها توفر دولار بحيث إنها تقدر تظبط الأسعار، يبقى في توازن في الأسعار. نقطة التوازن دي نقطة في غاية الأهمية الحقيقة، لأنه انعكاسات الأزمة العالمية وكان في أسعار وكده، لكن الناس كانت عارفة وحاسه طول الوقت. اولا السلع بتغلى بشكل غير منطقي، بتغلى اكتر من مره في اكتر من مكان، مفيش مقياس، يعني السلع هنا ب10 هنا ب15 تحت مزاعم مختلفه. من هنا الحقيقه الرئيس اما اشار لده وقال انه اذا احنا بنوفر دولار وبنوفر كذا وبندعم، فايه المانع ان احنا يبقى في اليات لضبط هذا السوق؟ احنا عندنا اقتصاد سوق، ده صحيح مفيش تدخل للتسعيره الجبريه، لانه التسعيره الجبريه ثبت انها كانت في الاقتصادات الموجهه وكان لها اليات شامله يعني. فاحنا اقتصاد سوق، ولكن زي ما احنا بنقول دايما لما بنطلع بره نقول سعر السلع العادي ثابت في الفتره المعينه. انعكاسات الازمه العالميه في اسعار اترفعت، كان عندنا في مبالغه في الموضوع. الاجتماع بتاع امبارح والحكومه من راس الحكمه لانعكاسات الازمه لمؤشرات لانه هذه الازمه بدات تتفك، وده جزء كان مهم من اللي قاله رئيس الوزراء. الحقيقه الاجتماع بتاع امبارح كان فيه كل الاليات الاطراف المختلفه من الوزراء المعنيين تموين والاستثمار والصناعه والتجاره وغيره والاجهزه حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك. وأنا دايما بنقول إنه نجاح أي خطط في ده بيرتبط بحاجتين، الآليات والأدوات. الآليات بمعنى إنه يبقى عندي آلية أعرف السعر العادل إيه، يعني أنا كمواطن في حاجة اسمها رادار الأسعار، إنه كمان أبلغ وأعرف وكده.
الاليات، بمعنى انا السعر، السعر ده عادل ولا مش عادل، ما يبقاش فرق 40% و30%. والنقطه اللي اشار اليها وزير التموين ورئاسه الوزراء كمان، اللي هو رغيف العيش، اذ فجاه كده برغم انه معروف ان القمح الدوله بتتدخل لضبط الاسعار وغيره، وفي نفس الوقت بنلاقي انه في فجاه كده رفعوا العيش من، بس هو في مؤشرات ان بدا سعر الرغيف الخبز السياحي بدا يقل، يعني بدا الناس يحسوا شويه. تحديدا في سعر الخبز السياحي بدا السعر يقل شويه، لكن ده جغرافيا، يعني بمعنى انه في مناطق فعلا بدات بعض المناطق يتم تطبيق نوع من الرقابه فيها وفعلا انخفض سعر رغيف العيش. امبارح الكلام عن انه ال 80 جرام بكام، ال 40 جرام بكام، ال 160 جرام بكام، اسعاره ايه، الانتقالات لفكره ان انا يبقى عندي العيش الفينو زي ما انت قلت انه ده مرتبط بالمدارس وبغيره، العيش البلدي كمان. الحكومه حددت 7 سلع، يمكن انت اشرت اليها من شويه، 7 سلع الاستراتيجيه، ليها السكر والرز والمكرونه والفول ممكن يستغنى عنها، ومنتجات الالبان وغيره. دي برضو شهد ليه احنا بنتكلم، ليه بقول اليات واجراءات. الاليات اللي هو اعرف السعر ازاي وحدد، والاجراءات ان انا اكون قادر على الوصول الى اجهزه الرقابه بسرعه والابلاغ والحصول على نتيجه ثم تطبيق القانون. النقطه دي يا فندم، لانه دايما المشكله دي كنا بنرجعها لجشع التجار، في زيادات مبالغ فيها زي ما حضرتك بتقول، زيادات بتحصل بشكل غير منطقي وغير مبرر في اليوم الواحد لبعض السلع، ضبط الاسعار ومواجهه جشع التجار. رئيس الوزراء امبارح اتكلم بضروره فكره الابلاغ عن اي مبالغات بتحصل من قبل التجار. هل احنا عندنا كمواطنين مصريين ثقافه الابلاغ، وزي ما انت قلت رادار الاسعار، يبقى هو الرادار اللي يلقط اي تجاوز هو المواطن نفسه، هل ده موجود وممكن في تطبيقات يتحرك على الموبايل؟ الرادار الاسعار ده تطبيق على الموبايل، مفترض ان انا اصور وابعت او اعرف السعر العادل وغيره. لكن كمان الحقيقه النقطه اللي انت اشرت اليها في غايه الاهميه، المواطن ثقافه، ده الثقافه دي بتتكون بالممارسه، ودي شفناها في مجتمعات بره وجمعيات حمايه المستهلك، جمعيات حتى ربات البيوت في بريطانيا دي لها تجارب مهمه جدا، انه كمان يقولوا ما تشتروش ده واشتروا ده. يعني ربات البيوت بتاع بريطانيا دي جماعه ضغط بتضغط طبعا لوبي على الحكومه يعني. طبعا، فهتيجي ثقه المواطن هتيجي من تطبيق القانون، بمعنى انه المخالف عقوبه بالقانون حاسمه ورادعه. اول ما تكون العقوبه حاسمه ورادعه بالنسبه للمخالفين كله هيرتدع، وده ظهر يمكن في الفتره اللي فاتت زي ما انت اشرت في فكره رغيف العيش. انا بلاحظ انه في بعض الاماكن نزلت الاسعار، لكن في اماكن اخرى ما نزلتش الاسعار، او يبيع بالليل سعر غير بالنهار. ده محتاج اليه حاسمه، يعني عقوبه حاسمه بانه يغلق او يتم مخالفته مع فرض غرامات كبيره. ده بيحصل، ده حصل قبل كده في تجارب كتيره في تبوير الارض الزراعيه، في الاسعار، في انه يبقى فيه، مش عاوزين نوصل لفكره ان احنا نقول انه دي ظروف طارئه فيجب تطبيق قوانين طوارئ. احنا لغينا الطوارئ، الرئيس عبد الفتاح السيسي لغى فكره حاله الطوارئ وقانون الطوارئ، لكن الحقيقه ان ما يتعلق بارزاق الناس، باكلهم بشربهم، فيما يتعلق بصحتهم، فيما يتعلق بده، لازم تكون في اجراءات حاسمه. ثقه المواطن وثقافه، زي ما نقول الثقافه، اصل دايما بنقول البيضه والفرخه. انا عايزه اتكلم عن هذا الموضوع، هل ان الاوان ان يبقى عندنا ثقافه الابلاغ عن المخالف من غير ما يبقى عندنا مشكله انه احنا بنقطع عيشه حرام، احنا مش عايزين نتسبب في خراب للناس، ما تضمنش ظروف الناس ازاي، فالناس بتقول مش معقوله هبقى اروح اقوم قايل ده فلان مغلي الاسعار. هل المواطن يعرف امتى يبقى حقه؟ نقطه مهمه. انا ابلغ عن المخالف، وكمان ثقتي هتزيد لما احس ان المخالف ده تم عقابه وتم تطبيق القانون عليه، وكمان بقيه المخالفين هيرتدعوا لما يشوفوا تاجر معين. عندنا حاجه مهمه، تاجر معين حصل له إنه احنا عندنا حاجه مهمه جدا، السوشيال ميديا النهارده موجوده فيها حاجات كتيره ايجابيه وفيها حاجات كتيره سلبيه، في حاجات يعني لت وعجن وحاجات احنا نفسنا بنحس انها ممل، لكن الحقيقه ليه ما نطبقش ده؟ والحقيقه في ناس نشطه جدا على السوشيال ميديا بتعمل الجهد ده، بقول انا في الحته الفلانيه والسعر ده رخص، او الحته الفلانيه وفلان ده ما رخصش، العيش هنا اغلى من سعره بالشكل الفلاني،
مفروض أنا والحكومة نعمل بقى اللي هو زي ما بنقول الثقافة ونساعد بعض، بمعنى أنه الحكومة يبقى عندها تفاعل مع هذه المواقع، بيقول الموقع بيقول المكان وبيقول العنوان وبيقول غيره، أتحرك مباشرة. طب هنا غير الضبطية، فكرة الضبطية هنا مهمة جدا، لكن سؤال برضو يتعلق بالشق التشريعي، هل أنا عندي القوانين والتشريعات الصارمة الرادعة كمان؟ لأنه حكمة أو فلسفة أي تشريع أو قانون أنه يردع المخالف، فالتاجر الجشع ده قانونيا دلوقتي لو وقعت عليه العقوبة هتبقى عقوبة رادعة، هل أنا عندي الجانب التشريع أو البنية التشريعية اللي بتتيح لي ضبط الأسواق بشكل أنا محتاجه الفترة المقبلة عشان أخفض الأسعار؟ الحقيقة إحنا عندنا تشريعات، يعني يمكن إحنا مش محتاجين تشريعات جديدة، محتاجين تنفيذ التشريعات. هي تشريع تنفيذ القانون، يعني بمعنى يعني خلينا نقول بصراحة قضية رسالة قوانين، قضية المرور. المرور النهاردة الرادارات موجودة وبتبعت رسائل للناس بتقول له أنت خالفت كذا وعليك مخالفة كذا، وقت تدفعها في الفترة الفلانية لو ما دفعتهاش بتتضاعف، ده موجود بره وبيتطبق بحسب. وعلى فكرة محتاج هو كاميرات وأدوات، وفي أدوات التكنولوجيا بتاعت. لو انا بطبقه النهارده في ناس كتيره بقى في اكتر من مكان في القاهره، من الاماكن اللي هي السكنيه اللي فيها السرعه 60 لا بقى فيها رادارات وبقى فيها رسائل تروح للناس، بقى بيمشي مؤدب. يعني خلينا نقول انه القانون وتطبيقه حاسم وبيرضع الجميع، وتطبيق القانون بمساواه، يعني ما فيش فرق. انا مش شايف العربيه دي بتاعت مين، انا شايف العربيه دي مخالفه للسرعه او ماشيه ملتزمه بالسرعه. فاحنا عندنا قوانين، عندنا قوانين للتموين وعندنا قوانين للاسعار، وعلى فكره في تشريعات مؤخرا يعني في تشديد عقوبات شديده جدا. وبعدين جزء مهم مش بس فكره الحبس، فكره الغرامات الكبيره وفكره الاغلاق وفكره ان يبقى في عقوبات ويبقى في بلاك ليست، قائمه سوداء للناس اللي بتخالف. وزي ما قلنا السوشيال ميديا ادوات، الدوله نفسها هثق اكتر كل ما ادوات الدوله الحكومه بتعلن، هثق اكتر لما الاسعار تنزل، هثق اكتر لما يبقى في عقوبات واضحه للناس، هثق اكتر لما يبقى في حاجات زي حمايه المستهلك ومنع الاحتكار، لانه في حاجه في الاسعار خطر جدا بيلاحظها اي حد محتك بالسوق. واحنا ما بننزل نشوف انه يبقى في سلعه معينه فيبقى عدد من التجار يجتمع ويحددوا سقف ما ينزلش عنه. البيض على سبيل المثال، العلف نزل، مفروض الفراخ نزلت والبيض وكده، العلف نزلت بشكل بنسبة معتبرة، وكان في اتفاق من بورصة الغرف التجارية والبيض وكده انه هينزلوا بسعر معين في المزرعة فيطلعوا. الحقيقة انه ده اما الناس سمعت ده او قراته بعد كده راحوا اكتشفوا انه ده مش دقيق، انه الارقام مش دقيقه، انه الارقام فيها زياده، ممكن يبقى في حيز 10 جنيه 15 جنيه، لا احنا بنتكلم في حيز 30 و40 و50 و60 جنيه. وبالتالي فهنا انا بفقد قدرتي على اني اثق في هذه المنظومه. عشان كده المنظومه دي كل ما بتشتغل باليات زي ما انتوا اشرتوا في حاجه مهمه، احنا بنقول الثقافه النهارده السوشيال ميديا في ناس بقدر ما فيها حاجات ملهاش لازمة كتير وممكن يبقى احنا بنحس انها كده، لكن فيها ادوات مهمة، في ناس كتيرة منتشرة. اولا بتتيح فرصة ان يبقى فيه ليك من الحكومة ليها مندوبين على السوشيال ميديا الموثوق فيهم دول اللي بيبلغوا، بالمناسبة بيعملوا منشن للداخلية، بيعملوا منشن للتموين، بيعملوا منشن للجهات، هذه الجهات يبقى عندها مجموعة شباب قاعدين باجهزة لابتوب بيقدر يجمع ده ويبدأ يتحرك مباشرة. هنا الجزء الخاص بالأسعار، الجزء الخاص بالجودة كمان، الحقيقة يجب الثقافة مش بس على المواطن والحكومة، الثقافة على الناس العادية، على المنتج نفسه. يعني أنا بتكلم على الحقيقة إنه إحنا بنتكلم عاوزين نخفض أسعار حاجات زي الملابس الجاهزة وزي الجلود باعتبار إن في صناعات مصرية هنا، يعني في اتفاقات غرف تجارية وغيره، ليه ما يبقاش في سعر معقول ما اتفاجئش ان هي اغلى من بره او المتصدر اغلى او كده، والجودة والتقفيل الكويس، وان انا يبقى عندي هامش ربح معقول، مش طول الوقت انا بشتكي فيجتمعوا مع بعض ويقولك لا ما تنزلش عن السقف ده عشان كذا. ونكتشف في الاوكازيونات وفي التخفيضات نسبة التخفيض تصل ل 60 و70 و80%، وهو محقق ربح، ده معناه في مشكلة في ده. دي برضو جزء من ثقافة الإنتاج، إن أنا عاوز أدعم المنتج المصري
وعاوز اقلل الاستيراد من ملابس عندي قطن وعندي ملابس جاهزه وكفائتها عاليه وجودتها ممتازه الجلود. المانع انا كثقافه النهارده في ناس اشتري المصري وصنع في مصر بفخر كل دي حاجات مش تيجي بس بالكلام، هتيجي بقدرتنا على اننا يبقى هذا المجتمع بيتحاور مع بعض وبيسمع بعضه بشكل كبير ويقدر يحدد اليات ويحدد اجراءات. اليات بمعنى اعرف السعر العادل ازاي، اعرف انه ده سعر مناسب ازاي، اعرف العروض اللي موجوده، وفي نفس الوقت يبقى عندي قدره على تطبيق القانون بحسم وبمساواه وبقدره بحيث انه ما يضرش. ما هو برضه انت اشرت لنقطه مهمه اللي هو انا مش عايزه اللي يبلغ يتضر او يروح ينتقم منه او غيره، لا ده بحسم وبقانون واوفر له الحمايه كمان. اكيد الدولة ساهمت بشكل مختلف كمان في أزمة الغلاء، إن كان بيتم توفير سلع مدعمة سواء بقى في العربات المتنقلة، سواء المنافذ المختلفة الخاصة بالدولة، سواء بالمبادرات المختلفة اللي كانت بتقوم بها وزارة الزراعة وغيرها. حتى في عز الغلاء كان في أسعار أقل بحيث إنها يحصل ضبط أوتوماتيك كده للسوق. دي الحقيقة يعني في وزارات زي الداخلية، في جهاز الخدمة الوطنية، في كانوا بيقدموا الحقيقة لحوم، فراخ، أسماك بأسعار معقولة، لكن كمان الحقيقة ده كان بيقوم بدور مهم، ومبادرة كلنا واحد، ومبادرة أهلا رمضان، ومبادرة أول السنة الدراسية، الحياة الداخلية، التموين، غيره، بيقدموا مبادرات مهمة جدا في الموضوع ده، بالتأكيد بتفيد بالتوازن. ده اللي أنا بدأت بيه صحيح. قلت الرئيس أما قال إنه ممكن نوفر آليات، إحنا مش هننافس القطاع الخاص، ولكن إحنا ادينا فرصة للقطاع الخاص وبنقول له اشتغل براحتك، وبنقول له حقق أرباح ووفر فرص عمل وكل شيء. وبالمناسبة القطاع الخاص في كل حتة في العالم، بس إحنا لما بنسافر بره الحقيقة بنلاقي الموضوع ده مظبوط بشكل متوازن، المجتمع مع الدولة صحيح. مع الحكومة مع كل الأطراف مع حسم في التطبيق. ليه أحيانا بتثبت الأسعار في أزمة عالمية محدش يقدر ينكر؟ نقطة مهمة حضرتك قلتها، فكرة الحسم في تطبيق القانون ومواجهة أي جشع بين التجار وتراكم الثقة والاحتكار أو غيره، لازم يبقى في ضبط للأسعار. إن شاء الله الفترة المقبلة المواطن المصري يستشعر انخفاض في الأسعار، تراكم الثقة بقى هيحصل. نشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا في صباح الخير يا مصر. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، نورتنا وشرفتنا يا فندم. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، جمعه مباركه، وصباح الخير يا مصر.